شوف ايوه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ده اليوم الثاني من اليوم الأول الدورة الثانية، الدورة الثانية الثاني. لمهارات وفن أيوة. إتقان طيب، بسم البحوث الله الرحمن الإحصائية الرحيم. السلام عليكم العلمية ورحمة الله. ده مع اليوم دكتور الثاني. إياس جعفر. مشكورا، الله يديه الصحة والعافية والحضور الموجودين للدورة. أنا عندي تنبيه بسيط، إنه بنهاية اليوم هنعمل يعني جرد للحضور الموجودين. الناس اللي سجلت وما حضرت هتكون موجودة تواصل اليوم الثاني. الناس اللي حضرت وما سجلت هنفتح لها المجال بأنها تحضر من بكرة تواصل، والناس اللي سجلت وما حضرت هيتم استبعادهم من الدورة. ده كل اللي عندي أقول لكم. شكرا جزيلا لكم، كتر خيركم وربنا يوفقكم إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا دكتور أنور على مجهودك معنا. كذلك نشكر التيم الفني معنا، أستاذنا العزيز الغالي طارق، أستاذة دكتور جال، أنت أستاذنا. ونرحب بالكوكب الجميل اللي معانا في الدورة التدريبية. إن شاء الله نتمنى إنه تقدم لها حاجة تستفيد منها بإذن الله تعالى. طبعا كنا متوقعين الحضور يكون أكثر من كده شوية، لكن اليوم طبعا يمكن أول يوم يكون في مشاكل في الدخول على المنصة وكده، لكن إن شاء الله من بكرة الأمور تستعد إن شاء الله. طيب، أنا هعمل لكم شير بالنسبة للشرائح بتاعتنا اللي هنشتغل عليها، وطبعا تكون ظهرت معاكم. طبعا دورتنا عنوانها مهارات إتقان تحليل البيانات الإحصائية في البحوث العلمية، اللي هي عايزين نتكلم عن عملية إتقان، كيف أنت تكون محلل إحصائي متميز وتعرف تحلل بياناتك البحثية بدون ما تستعين بفني متخصص في التحليل الإحصائي أو فني حاسب عنده علاقة بالتحليل الإحصائي أو تطبيقات الحاسب في التحليل الإحصائي. الدورة بتاعتنا طبعاً تقريبا هتكون في حدود 15 ساعة. أنا بحاول يعني أضغطها من يوم السبت لحد الأربعاء، وممكن أخد يوم احتياطي إضافي اللي هو الخميس. بتكون عندنا تقريبا 12 ل 15 ساعة. المسائل اللي هنتكلم عنها في الدورة التدريبية حقتنا، المسائل المتعلقة بالجانب المفاهيمي في التحليل الإحصائي، ده أهم جانب مهم جدا. الاستاتيستيكال كونسبت، كيف نحن نفهم المفاهيم الإحصائية، إنه جزء أساسي في التحليل الإحصائي. ونذكر أيضا هنشوف الجوانب التطبيقية المتعلقة بعملية إدخال وإدارة البيانات على البرنامج، نستخدم برنامج الـ SPSS. وهنشوف أيضا العمليات الوصفية، عمليات استخراج النتائج الوصفية أو الإحصائيات الوصفية، وكيف نفسر هذه الإحصائيات الوصفية. أيضا هنتكلم عن مفهوم القيمة الاحتمالية اللي هو الـ P-value، واحدة من أهم المفاهيم الإحصائية في عملية التحليل وكتابة البحوث العلمية. وفي إطار الـ P-value هنتحدث عن حاجة اسمها الـ Hypothesis Testing، اللي هي الفروض الإحصائية، ونربط الفروض الإحصائية بفروض البحث، ونوري كيفية ربط الفروض الإحصائية ب الفروض البحثية.
طبعا برضه هنا بيكون في جانب نظري اللي هو متعلق بمفاهيم متعلقه بالبي فاليو والهايبوثيسيس تيستينج، وهنيجي نطبق على هذه الفروض الاحصائيه في الجانب المتعلق بالتطبيقات على برنامج الاس بي اس. تقريبا بيكون كده الدوره الاساسيه بتاعتنا بيكون غطت تقريبا 50% من عمليه التحليل الاحصائي او فهم التحليل الاحصائي بشكل سليم. بيبقى في 50% ثانيه من مهارات التحليل الاحصائي اللي هي بتكون تعتمد على الجانب الاساسي ذكرناه، لكن تعتبر متقدمه نوعا ما عن الجانب الاساسي اللي هو الاساسيات او المقدمه بتاعت التحليل الاحصائي اللي موجوده قدامنا في اللي هتكون معانا في الدوره ان شاء الله، او موجوده قدامنا في محتويات الدوره. بشكل عام يعني من خلال الخبره الطويله في التحليل الاحصائي قدرنا يعني مثلا ان احنا نصنف التحليل الاحصائي لمستويات اربعه، لاربع مستويات. المستوى الاول اللي هو المستوى المفاهيمي، وبيحتمل او يشتمل ايضا على جانب متعلق بالتطبيقات الاساسيه للفروض الاحصائيه. المستوى الثاني، المستوى الثاني من التحليل الاحصائي بيكون مختص او متعلق بعمليات تحليل الاستبانه، تحليل الاستبانة وأدوات تحليل الاستبانة. طبعا تحليل الاستبانة يختلف عن تحليل البيانات الثانوية، تمام، في حاجة اسمها سكندري داتا وفي حاجة اسمها برايمري داتا. طبعا الفرق بيناتهم انه مثلا السكندري داتا اصلا بيانات موجودة في سجلات والناس بيستخدموها ويحللوها، البرايمري داتا اللي هي البيانات الموجودة اصلا من بتجيبها انت من الفيلد من المكان الاساسي بتحللها. طبعا تحليل الاستبانة عنده ادوات وسكندري داتا عنده ادوات، عنده ادوات. المستوى الثاني بيكون غالبا متعلق بعمليه تحليل الاستبانه ومهارات تحليل الاستبانه وادواتها، والفرق بين البارامتريك اند النون بارامتريك ستاتستكس اللي هو كيف نحن نميز بين الاحصائيات المعلميه والغير معلميه. طبعا في الاساسيات ما بتقدر تميز بشكل اساسي، يعني بتقدر تعرف كيف تعمل الاختبار بتاعك الاحصائي وكيف بتقارن بين او توفق بين الفرض الاحصائي والفرض البحثي، كيف توفق بيناتهم، ده كله في المهاره الاساسيه دي. اما في المستوى الثاني تحتاج تميز كمان مهاره اضافيه بين الاحصائيات المتعلقه بنوعيه البيانات نفسها، اللي هي طبعا صنفوها الاحصائيين بحاجه اسمها البارامتريك اند بارامتريك ستاتستكس، دي موجوده في الليفل 2 او في المستوى الثاني من عمليات التدريب او مهارات التحليل الاحصائي. المستوى الثالث مثلا ايضا من خلال الخبره لقينا انه المستوى الثالث بيدخلنا في الجوانب المتعلقه ب تصميم وانشاء النماذج الاقتصادية أو سوري النماذج الإحصائية، كيف إذا تعمل نموذج إحصائي اللي هي العملية بتاعت الموديلينج أو يعني تو ديزاين موديل عشان تربط علاقات بمتغيرات، تربط علاقات مع متغيرات مع بعضها البعض. وده بيكون دائما في المستوى الثالث من مهارات التحليل الإحصائي، اللي هو الجانب المتعلق بحاجه اسمها الجنرال لينير موديل مثلا، او حاجه اسمها اللينير ريجريشن موديل. وفي اللينير ريجريشن موديل في حاجه اسمها السمبل ريجريشن موديل، في حاجه اسمها المالتيبل ريجريشن موديل، في حاجه اسمها اللوجيستيك ريجريشن موديل. دي كلها بتيجي في المستويات، المستوى الثالث من مهارات التحليل الاحصائي. المستوى الرابع من مهارات التحليل الإحصائي بيكون متعلق ب اللي هي طبعا هو تطور ايضا من تطورات اللي هي النماذج يسموها نماذج السيم الستراكشر كويجن مودلز، اللي هي النماذج الهيكليه
او تصميم النماذج الهيكليه، اللي هي وحي اسمها تحليل الشبكات العصبيه. وده نوع من انواع التحليل يستخدم في عمليات التنبؤ وفي النمذجه وفي في السيموليشن، يعني في المحاكاه وفي التوقعات. يعني انت تتوقع قيم المتغيرات في المستقبل او قيم المتغيرات عشان تعرف قيمها في المستقبل بمعلومية المعلومات التاريخية القديمة، أو بمعلومية المعلومات المتعلقة بأفراد آخرين استخدمتهم في بناء النموذج. فأنت ممكن تستخدم النماذج دي عشان تعرف القيم المستقبلية، تتنبأ بالقيم المستقبلية. ده الآن هو أعلى مستويات تحليل البيانات الإحصائية، اللي هو عملية تصميم النماذج، بالذات نماذج السم اللي هو الاستراكشر ايكويشن مودلز. وفي طبعا يعني حتى البرنامج على الاس بي اس، حتى برنامج الاس بي اس نفسه بيستخدم تطبيق اسمه ايموس. يعني حتى يعني الاس بي اس ما بيشتغل في الداتابيز حقته الموجود الان، بنشتغل عليها احنا الكورسات البسيطه دي، وانما انت بتحتاج تستخدم او تجيب او تضيف، تعمل ادنج لتطبيق ثاني تضيفه للبرنامج الاس بي اس اسمه ايموس، اللي هو فيه بيكون فيه العمليات بتاعت الاستراكشر ايكويشن موديل. وطبعا دي اخر حاجه هسه موجوده في التحليل الاحصائي، اللي هو نماذج السم ونماذج الشبكات العصبيه. تقريبا دي اخر مستويات من التحليل الاحصائي. فده انا اديتكم خريطه عامه عن مستويات التحليل الاحصائي للبيانات في البحوث العلميه، عشان نعرف نفسنا احنا وين موجودين ومحتاجين لياتو مسافه عشان نصل لاخر مستوى. طيب في نفس الوقت لاحظ انه يعني انا وجدت انه مثلا في الدوره التدريبيه بتاعتي دي انا كنت مركز على شنو، عشان نساعد اخواننا السودانيين بحسب المعلومات المعرفه البسيطه المتواضعه عندنا. حاولنا بقدر الامكان انه يعني ندي الناس او الباحثين الاشياء الاساسيه اللي هي الموجوده قدامنا دي هي اصلا بتساعدك في فهم المستوى الرابع اصلا. يعني ما ممكن انت تستوعب المستوى الرابع من التحليل الاحصائي لست مر ب او تفهم تماما المستوى الاول او الثاني او الثالث. واساسا المستوى الاول ده يعني فهمك لمن المستوى الرابع من النماذج البنائيه، او النماذج المستوى الرابع من المستوى الرابع من التحليل الإحصائي للبيانات. طيب الحتة اللي عايز أقولها أيضاً، الحتة عايز أقولها هنا إنه المستوى الأساسي اللي إحنا هناخده ده برضه مهم جداً، يعني بيساعدك بشكل كبير جداً في إنك تقدر تتعامل مع المستوى الثاني أو الثالث أو الرابع، ممكن تستوعبهم بسهوله. يعني ممكن تلقى اي دورات تدريبيه ثانيه او اي مراجع متعلقه بادوات التحليل الاحصائي وكذا تستوعبها بسهوله، لانك تملكت تماما المفاتيح الاساسيه لعمليه التحليل الاحصائي اللي هي موجوده في المقدمه حقتنا دي. طيب احنا هنبدا بعد كده ان شاء الله، هنبدا في النهايه لو في حد عنده ملاحظه ولا كده. هي طبعا الدوره دي اساسا هي يعني بشكلها الرسمي المفروض تكون في حدود 24 ل 30 ساعة. تمام؟ من 24 ل 30 ساعة. فنحن هنشتغل تقريبا في حدود 12 ساعة بشكل مكثف، وفي بعض الأشياء ما هنركز عليها شديد. يعني نركز على الأشياء المهمة اللي ساعدنا إننا نفهم ونستوعب الفكرة الأساسية من الدورة تبعنا إن شاء الله. لو في حد عنده سؤال أو مداخلة ممكن تفضل، يعني otherwise ممكن نبدأ طوالي. خلينا ممكن تبدأ طوالي، ما أظن ما شايف في سؤال.
طيب عفوا يا دكتور، ايوه تفضل. بس بالنسبة للصوت في شوية شخشخة كده، لو بتستخدم سماعة ولا حاجة زي دي اتأكد منها انه موصلة كويس. بس طيب انا حقيقه ما بستخدم سماعه، لكن ممكن يكون من الشبكه احتمال. دي بقيه طارق، كيف في شخشخه ولا احتمال يكون من عندكم من الاستقبال هنا؟ طارق في شخشخه ولا صوت عادي؟ والله شيخ أحيانا أحيانا ما بيكون في شخشخة. صوت واضح هنا في السعودية، عادي واضح شكلها من الشبكة. طيب في سؤال، ما في أي ملاحظة ولا أي حاجة يعني من البارتيسيبانت؟ طبعا أنا طريقتي دائما في دورات التدريبية يعني، بستفيد أنا طبعا من الأسئلة، يعني أنا بستفيد من الأسئلة، المشاركين معايا اللي بستفيد من اسئلتهم، لانهم اساسا هم بيكونوا يعني عندهم خبره كبيره جدا، وناس بيكونوا يعني امكانياتهم العلميه عاليه، فالاسئله بتاعتهم بتثقلني وبتخليني اطور الدورات حقتي يعني. فالباب مفتوح للناس كلها تسال اي سؤال يعني في المجال بتاع التحليل الاحصائي، في النقاط اللي احنا بنذكرها يعني، بتكون دائما في اطار الشريحه اللي بنتكلم عنها لحد ما اخلص الدوره بتاعتنا ان شاء الله. طيب سؤال بسيط يا دكتور لو ممكن. ايوه مهارات في اتقان التحليل الاحصائي في البحوث العلميه، احنا فقط حنشتغل على الاس بي اس اس صحيح؟ ما حنشتغل على حاجه ثانيه هنا في الدوله دي. ايوه نحن طبعا حنشتغل على الاس بي اس اس. طيب لكن انا طبعا الاس بي اس اس هو ما بيعتبر هو البرنامج الوحيد كويس اللي بيشتغل التحليل الاحصائي. نعم طبعا يعني هي شركات يعني اس بي اس، هو يعني لانه اسهل برنامج وقديم والناس بتعرفه وطريقه استخدامه سهله وبسيطه ومتوفر في اي مكان، يعني اسهل اليوتيوب كلها موجوده، موجود فيها الاس بي اس موجود. لكن في برنامج ثاني مثلا اسمه مينيتاب كويس، يعني مثلا انت هسه مشيت تعمل مثلا ماستر في دولة من الدول مثلا في أمريكا، ممكن البرنامج بتاعك في الكورس بتاع الماستر اللي هيتطبق عليه ويكون اسمه منتاب، ما يضر يكون سبيسيفيك تمام، لكن النتائج الإحصائية اللي بتطلع نفس اللغة واحدة، يعني التونز النغمات الموسيقية اللي هي الإحصاء، طبعا الإحصاء دي عبارة عن موسيقى يعني، هتشوفوها يعني لحد ما اخلص الكورس ده. الاحصاء دي حاجه ممتعه جدا، التحليل الاحصائي ده حاجه ممتعه، يعني حاجه ممتعه جدا مش حاجه مخيفه، بالعكس. انا صعب في نفس الوقت والله انا قصدت بالكورس ده انه يكون يعني نوفره للناس، ومع دكتور انور مشكور، ونستوعب اكبر عدد من الناس، نديهم الجرعات الاساسيه دي بهدف انه نوصل للناس فكره انه يعني بتاع التحليل الاحصائي دي عمليه ممتعه. يعني انا يعني في الدورات التدريبيه كنت شغال زمان في السودان تقريبا 2008 2010، في مشاركين حضروا معي دورات تدريبيه، بعد خلصوا الدورات مشوا عملوا ماستر في الستاتستكس، يعني كانت دورات طبعا فيس تو فيس يعني مو ما زي هسه يعني الظروف دي يعني، فمشوا عملوا ماستر في الستاتستكس يعني، فعلا الاستاتستيك حاجه ممتعه جدا يعني، هتشوفوا انت ممتعه كيف ان شاء الله يعني. انا احاول بقدر الامكان ربنا يوفقني انه اوصل لكم المتعه بتاعت العمليه بتاعت التحليل الاحصائي. جزاك الله خير احسان. فالحته بتاعت انه انا طبعا الهدف الاساسي انا اوصل لكم الحته دي، وبعدين في نفس الوقت العقده بتاعت التعامل مع الاحصاء ومؤشرات الاحصائيه والمفاهيم الاحصائيه دي عايز انا انتهي منها، عشان كده افتكر انه عمليه بتاعت الديسكشن انتوا تتناقشوا معايا اثناء السيشن شغال، كل واحد يقول الكلام اللي عايز يقوله في الاحصاء واستخدم المفاهيم الاحصائيه، يعني nothing is totally good and nothing is totally bad، يعني في النهايه كلنا كل زول بيجي يشارك بيقول الحاجه في راسه والحاجه، وانا الكلام اللي هقول لكم ده كله ممكن يكون ما صحيح، يعني ممكن تفتشوا عنه تتاكدوا انه ممكن يكون ما صحيح، مش كده؟ في النهايه نحن بشر يعني، ونحاول بقدر الامكان نقدم الحاجة اللي ممكن الناس يستفيدوا منها.
اجمل حاجه في الدنيا طبعا الابداع. انا اكثر حاجه بحبها في الدنيا دي الابداع، يعني بحب الابداع جدا من اي من كان، يعني من اي شخص، يعني من اي انسان، حتى لو كان يعني مؤاخذه من حيوان، يعني فالابداع حاجه جميله يعني. ربنا يكون مبدعين يعني. طيب ان شاء الله يا رب. المهارات طبعا يعني انا لاحظت برضو من خلال التجربه في الابحاث العلميه عندنا حتى في الجامعه، من ما كنت انا معيد لحد هسه يعني غرابه في كم سنه ما حقولها بس ما تعرف عمري. ولاحظت انه اي باحث عايز يعمل بحث علمي بتلقاه بيركز على الثلاثه محاور دي. يعني البحث هو عشان يعمله from A to Z، غير طبعا التيتشر فيو، غير الجانب النظري وكذا في البحث، الجانب التطبيقي الجانب التطبيقي والتجريبي في البحث بتاعه. اي بحث لازم طبعا يستخدم فيه نهايه الادوات الاحصائيه. يعني لقينا انه انا طبعا تخصصي ما بحث احصائي، تخصصي اقتصادي، لكن لاحظت انه الحاجه في ويكنس في الحته بتاعت التحليل الاحصائي عند الناس، في فوبيا، الناس عندها مشاكل في الحته بتاعت التحليل الاحصائي وكذا. وقعدت كده مع نفسي يعني من كنت في الجامعه يعني لحياتي، ما هسه يعني بحاول بقدر الامكان افك الطلاسم بتاعت الحاجات المتعلقه بالاحصاء والتحليل الاحصائي دي، عشان احاول بقدر الامكان اسهل للناس بالحاجه اللي بنعرفها يعني. فلاحظنا مثلا من خلال التجربه، يعني كان ما من المراجع، يعني مثلا السلايد دي ما من المراجع، لكن من خلال التجارب لاحظنا انه التحليل الاحصائي بس لو انت عايز تعمل تحليل لبيانات البحث حقك، انت حتركز على ثلاث حاجات، يا اما يعني اسمه شنو ده، يا اما تحاول تبحث عن مهارات متعلقه بعمليه بتاعت تصميم البيانات، الداتا سامبلينج، ها، وكذلك حتيجي تحتاج بعدين تعمل حاجه اسمها تيستينج، هايبوثيسيس تيستينج، حتشوف الفروع بتاعت البحث حقتك وتعمل تحدد فروع البحث، تيجي تعمل الاختبار الاحصائي، تشوف الاختبار الاحصائي الموجود وتعمله. بعد كده حتيجي تشيل البيانات حقتك، تنزل على البرنامج بتاع الاس بي سيس وتقوم بالعمليه بتاعت التحليل، يعني تدي البرنامج الاوامر يقوم يطلع لك النتائج وتفسرها، وتكون كده انتهيت من شنو؟ من تكون انتهيت من العمليه بتاعت تحليل البيانات حقتك في البحث، والبحث بتاعك كده اكتمل بالاضافه للجانب النظري طبعا. كويس؟ يعني دي الحاجه اللي انا لاحظتها، انه في ثلاثه محاور: محور متعلق بالبيانات، تصميم العينه، محور متعلق بمهاره وين تو يوز ويتش، اللي هو كيف تستخدم الاختبار الاحصائي في الوقت المناسب، او الاختبار الاحصائي المناسب مع الفرض البحث حقده، وجانب التطبيقي اللي هو التكنيكال، الجانب التكنيكال اللي هو كيف انت تعمل تحليل البيانات حقتك كويس ب التدخل، يعني عمليه بتاع التكنيكال اللي تكون تدخل البيانات حقتك في البرنامج وتطلع النتائج حقك كويس. دي ثلاثه حاجات. في ناس يعني مثلا اغلب، انا لاحظت اغلب الناس اللي دربتهم انا المتخصصين في الحاسب الالي بيكونوا مثلا اخذوا دورات تدريبيه في الاس بي سي اس وكذا، بتلقى المهاره دي عندهم لا باس بها، المهاره اللي هي متعلقه باستخدام شنو؟ البرنامج الحاسوب. طبعا البرنامج زي ما قلت لكم انا ليس عمليه التحليل الاحصائي ليست حكرا على اس بي اس، لانه في برامج ثانيه غير ميتا، في برنامج اسمه ساس، في برنامج اسمه ستاتا، في برنامج متخصص لانواع مختلفه من البيانات، زي مثلا برنامج اسمه ابيوز، في برنامج اسمه بي سي جيف، كل برامج احصائيه كثيره كده، اكثر برنامج حنطبق عليها اس بي اس. فالمهاره التكنيكال دي دائما بيكون اغلب الناس عندها،
كويس يكون المهاره بتاعت استخدام برنامج الحاسوب في اجراء عمليات الاحصائيه دي اغلب الناس بتكون عندها. في ناس بتجي تلقاهم مثلا مهاراتهم في انواع الاختبارات الاحصائيه تلقاه يقدر يعرف يعمل الاختبارات الاحصائيه كويس. دي برضو يعني اغلب الناس بيكون الناس اللي عندهم فكره عن التحليل الاحصائي بيقدر يعرف يستخدم الاختبار الاحصائي المناسب او يقدر يعرف يصمم الاختبار الاحصائي مع شنو مع طرق البحث حقته بطريقه سليمه تمام. لكن انا لاحظت الويكنس اغلب نسبه ضعف المعرفه موجود اكثر وين؟ موجود في جانب المتعلق بتصميم العينات البحثيه. ده فيه مشاكل كثيره كويس. ده فيه مشاكل كثيره. طيب نحن طبعا في الدوره حقتنا الاساسيه دي حنوري الفرق بين الثلاثه دين وحنوري المقصود شنو بالمفاهيم دي المتعلقه بما هو المهارات المتعلقه ببيانات تصميم العينات البحثيه، وحنوري الفرق بين الاختبارات الاحصائيه عشان نعزز اكثر حتى الناس اللي عندها فكره وعندها معرفه تكون معرفتها اكثر اضافه او تكون معززه اكثر في الجانب ده. وحنطبق ايضا حناخذ جانب التطبيق ايضا لان هي دوره تدريبيه وليست سيمينار او محاضره، حيكون في جانب تطبيقي على البرنامج الاتش بي سي. حنشوف كيف احنا ممكن ندخل البيانات بطريقه بسيطه جدا. الموضوع بسيط يعني موضوع بسيط جدا جدا ابسط ما تتخيلوا. هندخل بياناتنا على برنامج الاس بي سي وحنطلع النتائج حقتنا ونفسر النتائج ووري المهاره على التفسير كمان دي مهمه جدا. مهاره التفسير دي موجوده هنا في استخراج خلاص النتائج الاحصائيه بعد التعامل مع البيانات. في مهاره اسمها مهاره التفسير. مهاره التفسير دي بحر برا وعالم ثاني. يعني انا ممكن اطلع النتيجه الاحصائيه كويس، لكن الكلام العلمي المفروض يتقال كلام العلمي يعني المفروض يتقال قصاد او على هذه النتيجه المفروض كلام علمي يتقال بطريقه بنمط علمي معين متفق عليه عالميا. يعني حتى الحاجه اسمها interpretations اللي هي التفسيرات دي، التفسيرات دي برضه هنشوف احنا طبعا بالتفصيل. طبعا اي سلايد بس بحطها في الاول معناها عندي تفاصيل حولها. هنشوف يعني الشيطان ان شاء الله ما يكون في التفاصيل. هنشوف تفاصيل الشريحة اللي قدامنا دي اللي هي المحاور الثلاثة المهمة في عملية تحليل البيانات البحثية إحصائيا تمام. المهارات أو العناصر أو المحاور الثلاثة متعلقة بتحليل البيانات الإحصائية في البحث العلمي يعني. هنشوف طبعا اول محور اللي هو قلنا متعلق بالبيانات الداتا. المحور الاول متعلق بالبيانات. انت هتيجي مثلا في بحثك العلمي يعني مثلا ناخذ مثال نقول مثال عندنا مثلا عندنا جائحه كورونا الان عامله مثلا الناس ملاحظين انه يقول لك مثلا مع جائحه كورونا في بدأت تظهر أمراض سمنة، صح؟ لأنه الناس في العالم كله طبعاً مش في دولة معينة. بدأت تظهر أمراض السمنة، مش كده؟ ولا ما كده يا إخوان؟ يزول يقول غير كده؟ يعني بدأت تظهر يعني أصلاً العالم كله كان بيعاني من أمراض السمنة، الآن بدأت تزيد السمنة لأنه الحركة وممارسة الرياضة مع الحجر الصحي وكده قلت الرياضة طبعاً والحركة والنشاط فأصبحت تظهر فيها أمراض سمنة يعني. فمثلا انا اديكم مثال على مثلا بحث معين احنا عايزين نشوف هل فعلا اوزان الناس في العالم كله زادت او بقت الناس تعاني من مشاكل صحيه متعلقه بالسمنه. فانا بجي اشوف هنا عشان اعمل البحث بتاعي ده حاجه اشوف هنا الداتا حقتي اللي هستخدمها اللي هي محتاجه انا يا اما يكون عندي بيانات ثانويه اللي يسموها سكندري او بيانات اوليه اللي هي محتاج اعمل استبانه اوزعها على مجتمع معين كويس، او احتاج اعمل بيانات ثانويه القاها موجوده في السجلات. يعني بيانات ثانويه تكون موجوده
سجلات طيب اللي هي سكندري داتا، واقوم انا اجمع البيانات دي متعلقه طبعا بالاوزان عشان احسب البودي ماس اندكس واطوال الناس ومدى ممارستهم للرياضه وكذا وهكذا. ابتدي اول حاجه انا بقوم بركز على في الداتا بتاعتي، انا محتاج انا اعمل استبانه او اشوف بيانات سنوية اصلا موجوده. طيب حاجي بعد كده اشوف هعمل حاجه اسمها سامبلينج. طبعا احنا وين؟ احنا اخواننا في المحور الاول ده، اللي احنا في المحور الاول هنا عشان اعمل البحث ده اشوف هل فعلا الكورونا فايروس الكوفيد 19 فعلا عمل زياده في اوزان الناس في المجتمعات ولا لا. هاي اشوف مثلا هنا اقول والله مهارات تحديد البيانات هنا، واحتاج اول حاجه في السامبلينج في الداتا احدد نوع الداتا اللي هتعامل معها، هاد برايمري داتا ولا سكندري داتا. طيب هاي اشوف هنا في السامبلينج، هاي اعمل سامبلينج يعني العينه بتاعتي هتعامل بها العينه دي، احدد نوع العينه تايب اوف سامبل، احدد حجم العينه حجم العينه السامبل سايز، هنحدد حجم العينه وهنحدد شنو نوع العينه، هنشوف بعدين انواع العينه كيف نحدد حجم العينه. لكن انا قصدي الجانب بتاع السامبلينج كعنصر اساسي في المحور الاول، العنصر الاول متعلق بالسامبلينج اللي هو بيدور في المحورين ده او في الجانبين ده. حاجه بعد كده بشوف المتغيرات حقتي اللي هتعامل معاها، يعني مثلا انا قلت هعمل كويشنير، يلا حاجة اشوف المتغيرات حقتي اللي بتصب لي في شنو اللي بتصب في التارجت فيريبل حقي. كيف يعني كلامنا؟ كيف يعني انا عندي هنا تارجت فيريبل كويس، عندي تارجت فيريبل وعندي فيريبلز كثيره طبعا بتصب في التارجت فيريبل، يعني كلها بتاثر في السمنه طبعا. احنا قلنا مثلا يا اما نتكلم على الويت كويس، يعني مثلا الفيريبل بتاعي ممكن يكون الويت ده تارجت فيريبل حقي الموضوع بتاع الموضوع بتاع بحث عن مسببات السمنه في وجود الجائحه، عندي الويت طيب اللي هو التارجت فيريبل تي في، وهاجي اشوف انا الفيريبلز حقتي المفروض انا احطها هنا، الفيريبلز اللي حطها هنا عشان تقوم تقيس لي التارجت فيريبل. يعني كده نسمع منكم مثلا الفيريبلز اللي ممكن انا اخدها هنا عشان تقوم تقيس لي التارجت فيريبل شنو. طول الزمن بتاع الحبسه كمان ممتاز اكسلنت. هنا الفتره الزمنيه بتاعت شنو؟ بتاعت الحجر الصحي تايمينج او البيريود. طيب ثاني التاريخ الاسري كويس تاريخ كويس ماشي صح، لانه ممكن يكون فعلا التاريخ الاسري بيكون من جانب جيناتك يعني مؤثر صح. طيب اذا في اي مثلا ريكورد الداتا انه عن هل الوزن قبل اللوك داون وكده عشان نقارن بيع كويس جميل. يعني مثلا ايوه لو في معلومات سابقه عن اوزان افراد الاسره مثلا جميل ايوه، يعني ممكن تقول البري يعني بري داتا. السلوك الغذائي جميل، السلوك الغذائي هل تغير ولا لا؟ السلوك الغذائي طبعا انت بتسال عن عن التغير في السلوك الغذائي ولا نوع الغذاء والسلوك الغذائي الاثنين ممكن نقول عنه. طيب لكن ما ممكن نوع الغذاء يكون زي ما هو يعني افتر اند بيفور، ممكن التايمز بتاع الميل او ماني. طيب كده نشوف السلوك الغذائي بس ما حجيك انا السلوك الغذائي زي كيف يعني مثلا ما فهمت الحته دي. يعني انت مشغول بتاكل مثلا وجبتين، انت في البيت ممكن تاكل اربع وجبات كل لحظه تخش الثلاجه تاكل. ممتاز صحيح 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 كلام مظبوط، ايضا ده ممكن يزيد في الويت. ثاني تفضل شويه النشاط اليومي. ايوه النشاط اليومي ايوه مستوى النشاط اليومي، او نقول ممارسه الرياضه يا اخوان مهمه صح. ممارسه الرياضه بس سؤال مباشر، يعني هو النشاط اليومي او ممارسه الرياضه
هل يعني مثلا المبحوث ده اللي انت بتفتش عنه ده، هل بيمارس الرياضه؟ هل يعني هل اثناء، طبعا ديفنتلي لو ما مارس الرياضه ديفنتلي وزنه هيزيد اكيد، لانه اصلا النشاط، مستوى النشاط والحركه اقل من السابق يعني اكيد مع ممكن يا دكتور النوع الجندر برضه هي بتاثر صح، ممكن الجندر يتاثر. طيب عموما يعني هي دي كلها انت بتيجي بعد كده هنا انت بتخد، شفت اسئله ولا لاحظت اخذتين الفيريبلز دي كانه عملنا كويتشنير تمام كده، كانه صممت استبانه ولا ما كده تمام. طيب وبالتالي انا كده بشيل الفيريبلز دي بحطها بعدين في الاستبانه حقتي هنا، اللي هي الثلاثه عناصر دي مع بعض بتكون لي المحور الاول اللي انا ذكرته قبل شويه قلت لكم، اللي هو بتكون لي شنو يا اخوان المحور بتاع المهارة تحديد البيانات وتصميم العينة. كده احنا حددنا بياناتنا وحنصمم العينة حقتنا وحنبدأ نشتغل شغلنا. طبعا المثال ده انا هشتغل عليه كل لحد ما اخلص السيشن بتاعت الليلة ان شاء الله. يعني لحد الساعة 11 كده يا طارق ها؟ لا انا زي اللي اسمه بغص. لكن انا متأكد انهم يكونوا اصلا مستمتعين صراحة. والله ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله. طيب هنجي في الجانب الثاني، المحور الثاني اللي هو ذكرناه اللي هو متعلق بالاختبار الاحصائي المناسب. طبعا احنا خلاص احنا هنا جينا صممنا السبانه حقتنا وجمعنا الداتا وجبناها وخدناها، بعد كده بتفكر في شنو، فانت عايز تشوف الويت ده متاثر اكثر بشنو ولا ما كده، مش ده هو السؤال بيكون في خاطر في ذهنك يعني في البحث حقك؟ طبعا هو بالناحيه الاطباء معانا وجماعه من الاطباء معانا شايف في البطاقات التعريفيه فيها اطباء ما شاء الله معانا فطاحل يعني اطباء، ان شاء الله يكونوا حضور معانا. لانه انا اكتشفت الاطباء بيستخدموا الداتا الستاتستيكال، الداتا دي مهمه جدا بالنسبه لهم في قراراتهم يعني سياساتهم اللي اتخذوها وكده. طيب هنا طبعا السؤال اللي بيكون خاطر على بالك في البحث هنا، انت عايز تشوف من الفاكتورز دي، عايز تشوف شنو يا اخوان من الفاكتورز دي، عايز تشوف يا تو متغير من المتغيرات دي، طبعا دي بطريقه بسيطه يعني ده اختبار بسيط، عايز تشوف يا تو متغير من المتغيرات دي مؤثر على الويت اكثر. طبعا هو بيقولوا بودي ماس اندكس صح، بي ام اي، هم عندهم مصطلح طبي بسموه البي ام اي اللي هو كتلة الجسم كده عجز اللي هو بدل ما تقول الويت، طبعا الويت ده عبارة عن هو البودي ماس اندكس بيستخدم الويت وبيستخدم معاه وتغير الطول برضه وتغيرات تانية عشان تتحسب يعني، لكن انت عايز تشوف في النهاية الويت او البودي ماس اندكس هل تأثر اكتر بممارسة الرياضة ولا تأثر اكتر بفترة الحبس ولا تأثر اكتر بالتاريخ الاسري ولا تأثر أكثر بالجانب الجيني جينيتيك ولا تأثر أكثر بالنوع جندر، يعني أي فاكتور من ديل هو اللي كان مؤثر أكثر على التارجت فيريبل بتاعك. طبعا ده الفايندنج بتاعتك أنت في البحث يعني تمام. طيب فبتجي هنا عشان 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 تصل للنتيجة دي الفروض حقتك، فروضك في البحث يعني اللي هو الفروض بطريقه بسيطه يعني اي من هذه المتغيرات ذو تاثير اكثر على الويت، دي الفرضيه بتاعت البحث حقك او التساؤل حقك. طيب هتجي تحول الصيغه دي او تحول الكلام اللي قلته انا ده بصيغه احصائيه تعمل تصميم ليش نو؟ الصوت زي قطع كده. المفروض البحث حقك. طيب هسه كده رجع كويس؟ كده رجع كويس يعني. طيب هنجي هنا من حته تحويل الصيغه لصيغه احصائيه. طيب هنجي نحول من الصيغه الاحصائيه. طيب
فهنا مثلا عندك تجي تقول مثلا اذا عايز تثبت انه طبعا انا هستخدم معاكم طريقه بسيطه في ال... في في ال... في التحليل يعني لحد ما نجي ناخذ بعين باعتبار انه ما عندكم فكره عن التحليل، لكن نجي لقدام بناخذ حاجات اعمق شويه. هنجي نفترض افتراض معين، نفترض انه ممارسه الرياضه، هذا الافتراض بتاعنا، ممارسه الرياضه لا تؤثر على الاوزان، ممارسه الرياضه اثناء الحجر الصحي ما عندها تاثير على الاوزان، دي يسموها نال هايبوثيسس. كده انا عملتها نال هايبوثيسس او فرضيه عدميه، لا تؤثر يعني عدم وجود تأثير يعني. طيب عايز بس انا عشان الشاشه دي بتكون هنا بتضايقني شويه. طيب الفتره بتاعت الحبس ايضا لا تؤثر على الاوزان. طيب بتتساق كيف؟ تتساق احصائيا كيف؟ تتساق احصائيا كيف؟ الصيغه الاحصائيه العلميه بتاعتها بتتكتب كده، بتتكتب تكتب كده، تكتب يعني مثلا لو بتكلم عن التايمينج الفتره بتاعت الحصر بيقول اتش نوت، دي الطريقه الاحصائيه كده بيقول لك اتش نوت. اذا افترضنا انه التايمينج ده انا اديته رمز تي مثلا، انه تي يساوي صفر، معناها الفاريبل تي ده تاثيره على الويت صفر، دي اسمها النال هايبوس، دي فرضيه العدم. شوف لاحظ انا حولت الكلام حقي كويس، حولت الكلام النظري بتاعي لصيغه احصائيه، دي اسمها فرضيه العدم الاحصائيه، اسمها النال هايبوس. طيب حاجه بعد كده بحدد الاختبار الاحصائي اللي هستخدمه هنا. ايوه الاختبار الاحصائي هستخدمه هنا، هحتاج اشوف نوع من انواع الاختبارات يقيس لنا التأثير. أنا بتكلم على الأفكتيفنس، التأثير، التأثير الأفكتيفنس. طيب التأثير أي من الاختبارات الإحصائية الموجودة يقيس لنا التأثير، في حاجة اسمها الريجريشن كوفيشن، في الإحصاء حاجة اسمها الريجريشن كوفيشن كويس. الريجريشن كوفيشن، الريجريشن كوفيشن اللي هو التي ده بيمثل كوفيشن معامل، او التي عنده معامل والتي نفسه عامل وعنده معامل، هذا المعامل اذا كان صفر معناها الزمن ما بياثر على الوزن، واذا كان المعامل ما بيساوي صفر معناها الزمن بياثر على الوزن. لاحظ معي انا من اللغه بتاعه من اللغه النظريه للفرضيه بتاعه البحث يا دكتور، الصوت انقطع من جنبك، ما اعرف سامعنا ولا لا. الصيغه الاحصائيه اختبار احصائي مناسب للريجريشن، لقيت انه الريجريشن رجع كده؟ اي كده رجع طارق رجع كده؟ كده رجع، كده رجع أيوة. وبالتالي كده انا اخترت في النهايه الطريقه الاحصائيه اللي ممكن، اخترت الطريقه الاحصائيه اللي ممكن اكتشف بها العلاقه دي. طيب بهذه الطريقه، بهذه الطريقه كده انا بكون عملت العمليه بتاعت ال اسمه شنو، عملت الطريقه اللي اختيار الاختبار الاحصائي المناسب. يا دكتور ايوه، بالنسبة للهايبوثيسيس أنا حأفترض لكل variable هايبوثيسيس براها، ولا أنا بكون مختارية variable معين؟ يعني أنت اخترت التايمينج، أنا لسه عندي other variables، صح؟ أختار كل واحد عمل له نال هايبوثيسيس، ولا أنا بس بختار واحد واشتغل عليه؟ طبعا كل واحد، لأنه دي variables حقتك. كل واحد حتعمل له الاختبار طبعا حسب، عمل له هايبوثيسيس براها، تعمل لها هايبوثيسيس براها ايوه، وحتجي تشوفي يا تو فيهم الماجنتيود بتاعت الكوفيشن حقه اعلى
ما انت بعدين حتطلع لك شنو. ايوه تطلع لك قيمه يعني مثلا تطلع لك قيمه مثلا نقول مثلا فور اكزامبل مثلا الممارسه الرياضه دي الكوفيشن بتاعها كان 0.5 طيب اوكي والتايمينج مثلا او البيريود كان الكوفيشن بتاعها 0.7 اوكي والتاريخ الاسري مثلا الكوفيشن بتاعها كان 0.2 طبعا يعني هذه كلها عباره عن statistics تمام ايوه مثلا الجانب الجينيتيك في عمليات السمنة كان الكوفيشن بتاعه 0.8 اوكي او 0.18 ويجي مثلا الجانب الجندر مثلا الكوفيشن بتاعه كان 0.6 يلا انا طبعا السؤال بتاعي بيهمني اكتر طبعا انا من جانب الميديكال او جانب السوشي ميديكال او كده بيهمني انه مفروض الويتس دي تكون ستيبل او تكون استاجننت يعني ما تكون ما يحصل لها انفليشن عشان ما شنو تحصل مشاكل صحيه ثانيه بالاضافه للكوفيد نفسه موجود يعني عشان ما يعمل عبء على الخدمات تحت المستشفيات وكده صح؟ لانه طبعا زياده الاوزان في فتره طويله من الزمن زي 6 شهور ممكن تبدا تظهر امراض ثانيه صار امراض تحت السكر وامراض الضغط الناس ما اصلا الناس كانوا معافين ما عندهم مشاكل صح؟ فانت البحث بتاعك فكره اصلا مبنيه على على الهدف ده يعني انت عايز يعني تجزمن تشوف مجموعه من الفاكتورز هي كيف ممكن تاثر على الويت وبالتالي عشان تقدر تعمل لها شنو كنترولينج بالتوعيه الصحيه وبالتصغيف الصحي وتقوم بدورك التوعوي وكده ها عشان تحاول بقدر الامكان ما تزيد العبء عليك في الخدمات الصحيه في الدوله بتاعتك يعني. فهنا مثلا بتجي تشوف مثلا بعد ما تعمل الاختبارات بتجي تشوف الكوفيشن حقتك هنا هتلاقي انه مثلا معلش انا والله بس قلمي شويه قديم شويه يعني ما خطه كعب شديد ولا من القلم ما من يعني ما من طيب فهنا بنجي نشوف مثلا بتجي تقارن الكوفيشنز دي طبعا بعد ما بتعمل لها اختبارات بتجي تقارن الكوفيشن بتلقى انه مثلا مؤسسه الرياضه 0.5 التايمينج او البيريود 0.7 الفاميلي هيستوري بتلقى 0.2 مثلا الجينيتيك فاكتور بتلقى 0.18 الجندر بتلقى 0.6 خلاص انا بقدر اعرف طوالي انه والله مثلا الفتره بتاعت الحبس ايوه الفتره الحبس كانت اكثر عامل مؤثر على الويتس بيجي في الترتيب الثاني شنو الجندر كويس بيجي في الترتيب الثالث الممارسه الرياضه كويس خلاص انت بتيجي تعمل ريكومنديشن بتاعتك في الريسيرش ما دي بيبر هسه خلاص جاهزه خلاص بتيجي تقول والله انا بحاول يعني بقدر الامكان اول حاجه تحاول الدوله تقلل من العمليات بتاعت يسموها شنو هي الحجر الصحي تقلل من الفترات بتاعته تحاول تخلي فترات مثلا متباعده تدي فرصه للناس انهم يمارسوا الرياضه لانه الجانب بتاع الرياضه جانب مؤثر من جانب من الدرجه الثالثه يعني تاثيره من الجانب الثالث او الدرجه الثالثه تجي هنا الجانب بتاع الجندر برضو ايضا الجندر برضو مؤثر الجندر فهنا بشوف بعد ذاك انا عندي الويت اكثر في الميل ولا الفيميل طبعا في الداتا بتاعتي موجوده يعني فلو لقيت مثلا لقيت الويت اعلى في الفيميل ديفنتلي انا بتوقع بالقفل في الميل لانه الفيميل بالنسبه لهم النشاط اثناء الحجر وبعد الحجر تقريبا ما في ديفرنس كبير الديفرنس تشينج في الويت حيكون اكثر عند الفيم عند الميل انا اتوقع كده كويس فهنا بعد ذلك بتجي تشوف التوصيات اللي ممكن تكتبها في الحته دي شنو تقول يعني وبحثك ده ممكن يبقى سياسه الدوله عادي سياسه وبروجرام كامل تتبناه الدولة عشان تحاول بقدر الإمكان تعالج المشكلات الممكن تنتج أو المشكلات الصحية الممكن تنتج من شنو عملية الحجر الصحي نفسه مش من المرض مباشرة تمام؟ شكرا لك.
شكرا لك انت. انا طبعا المشاركات زي ما قلت لكم، المشاركات والاسئله وكده بتخليني انا اتوسع في الشرح يعني، لان حتى الجروب اللي قبلكم كان معانا في السيشن زي دي ما تكلمنا عن حاجه زي دي يعني، حتى طارق لو كان قاعد وقاعد بيكون عارف يعني، حتى الحاجات دي ممكن اول مره يكون سمعها. والله فعلا فعلا لكنها جميله يعني. يلا يلا طبعا حسب المشاركه بتاعت الناس. طيب هنيجي هنا مثلا، طبعا احنا لسه في الشريحه الخاصه بشنو؟ الشريحه الخاصه بعمليه تحليل، عمليه التحليل بتاع اختيار الاختبار الاحصائي المناسب، اختيار الاختبار الاحصائي المناسب مع الهدف العلمي المناسب، لانه انا البحث بتاعي هدفه عايز اشوف عوامل المؤثره على الويت، فعرفت انه هستخدم اختبار اسمه ريجريشن كوفيشن، الاختبار اسمه ريجريشن اناليسيس، يعني الاختبار ذاته او الطريقه العلميه اسمها ريجريشن اناليسيس. خلاص طيب ممكن طيب هنا ايوه في سؤال يا دكتور لو سمحت، يعني انا عندي اي فيريبل عايز اشوف التاثير بتاعه على تارجت فيريبل، معناها الاختبار الاحصائي الامثل هو الريجريشن كوفيشن بالضبط كده. طبعا حسب المثال حقنا ده، بس اي تاثير شوف، طبعا احنا هنجي ليتر اون هنشوف الحاجات دي في المحاضرات تطبيقيا ذاته هنطبقها يعني. طبعا هنجي نشوف الاختبار الاحصائي اما يكون تيست ديفرنس او تيست كورليشن اسمه كده، ده تصنيف تصنيفات تسميتين يعني، تيست فور ديفرنس اور تيست فور ريليشن، ما في ثاني اي اختبار زياده عن كده، اي اختبار علمي كده يا اما تيست فور ديفرنس اور تيست فور ريليشن. انا شوف هنا العلاقه بتاعت العوامل دي فاكتورز دي على الويت، وده تيست فور ريليشنز. طيب في تيست فور ريليشنز عندي حاجه اسمها ريجريشن اناليسيس، بس بعمل ريجريشن اناليسيس، ريجريشن اناليسيس بشوف هنا في ال بشوف الريجريشن اناليسيس بتعمل كيف، بدخل يوتيوب عادي يعني. انا اقول لكم حاجه يعني، الحياه دي متاحه زمان، نحن زمان ما تسالوني 200، لانه طبعا انا عم التنجو يعني، نحن زي الجيل عم التنجو طبعا. الله يكرمكم ما ظاهر يعني. علي ما ظاهر علي هذه مغطي الصلاه بس. فيلا فهنا بتيجي تدخل في اليوتيوب تلقى اي حاجه متاحه، احنا ما كنا متعب شديد في عشان نلقى معلومه وكده، هتدخل اليوتيوب عادي عايز بس اكتب مثلا ريجريشن بالعربي والانجليزي، يوريك الخطوات بتاعت الاختبار تلقاه كيف موجود كويس، موجود في الاس بي اس، فاي زول بيقدر يتعامل معاه يعني. لكن المهاره اللي انا عايزكم تتمكنوا منها مش كون تتعامل مع الاس بي اس كبرنامج، لانه ده جزء من محاور او جزء من مهاراتك انت في التعامل مع تحليل البيانات في البحث العلمي، مش كيف تعمل الامر بتاع من الاس بي اس تجيبه وتدخل بياناتك وتعمل التحليل. لا انا عايزك بعدين تفسر النتيجه كيف ذاته، وتكون فاهم الريجريشن ده هو شنو ذاته، يعني شنو كلمه ريجريشن وقاعد فيها حته وتستخدمه 200 كده، ده الهدف من الدوره حقتنا يعني. طيب فهنا في مهارات اختيار الاختبار زي ما قلت، الاخت شاركت قبل شويه قالت في حاله انا داير اشوف تاثير معناها استخدم الريجريشن، نعم regression used for testing the effectiveness. يعني regression ده بيستخدموه عشان يشوفوا درجة التأثير أو مدى التأثير، أو في حاجة اسمها responsiveness. يعني في حاجة الـ effectiveness والـ responsiveness. طبعاً من ناحية آلية وفلسفية responsiveness يختلف من الـ effectiveness. يعني كيف؟ يعني لما تشوف حاجه ماشيه على حاجه، يعني هنا دي واي ودي اكس، دي اكس هنا اكس دي متجهه نحو واي يعني، او سهمها ماشي نحو واي، معناها هنا في افكتيفنس كويس. اما لو عايز اشوف واي دي معتمده قدر شنو على اكس، واي دي اعتماد واي على اكس بمقدار كم، ده اسمه responsiveness.
الكهربائي. فدي كلها دي كونسبت ريسبونسيفنس والافكتيفنس موجوده بين موجوده في الريجريشن. الريجريشن اصلا either for effectiveness testing effectiveness or or شنو responsiveness. طبعا من الاخطاء الشائعه انه الريجريشن يستخدم لقياس العلاقه. في فرق بين ريليشن وكوزيشن. طبعا الفرق بين الريليشن والكوزيشن في فرق بين الريليشن والكوزيشن. صوت رجع صوت رجع رجع يا دكتور. طيب أيوة. في فرق بين الريليشن والكوزيشن. الريليشن ريجريشن ريجريشن اناليسيس ريجريشن اناليسيس طبعا يعني ريجريشن اناليسيس ريجريشن اناليسيس يوز فور كوزيشن. الكورليشن correlation analysis used for relationship. You have to care. Very. Regression used for causation. Correlation used for relation. Different between relation and causation. طبعا. يعني في variable cause variable ثاني. في variable related to variable ثاني. Different بيناتهم. طيب. هنجي هنا طبعا في اختيار المهارات اختبار احصائي المناسب. عندك طبعا بتجي هنا بتحدد متغيراتك تحدد النوع المتغيرات حقتك من الداتا كويس. لاحظ المتغيرات حقتي حسب المثال حقنا اللي قبل شويه ذكرناه. عندنا التايمينج عندنا البيريود وعندنا ممارسه الرياضه كم مره مثلا وعندنا مثلا الجندر. هنا في الداتا حقتي نوع الفاريبل شنو عندي مثلا كوانتيتيف فاريبل عندي كواليتيف فاريبل احدد الفاريبل حقتي عشان من خلال تحديدي للفاريبل حقدر اعرف طريقه الاختبار نفسه اللي حتعامل معه. هاجي برضو اشخص البيانات حقتي. يعني طبعا البيانات دي جبتها خام جبتها من الفيلد حطيتها كده فلازم اتاكد من مدى مصداقيتها مدى دقتها كويس مدى موافقتها لي موافقة البيانات للشكل العلمي والمنهجي. لازم البيانات دي مثلا يكون عندها حاجة اسمها التوزيع المعتدل حاجة اسمها normality test. لازم البيانات دي تكون فيها دقة تكون صادقة ودقيقة وثابتة. يعني ما تكون الإجابات على البيانات حقتي أو مصادر البيانات مصادر كانت غير دقيقة. فلازم دي برضو عملية أتأكد منها قبل ما أعمل عملية التحليل نفسه. لأنه اختبارات الفروض الإحصائية اللي هي أنا بكون بختار الاختبار الإحصائي اللي بتوافق مع الفروض حقة البحث حقي. قبل ما أعمل العملية دي لازم أتأكد من الحاجات اللي ذكرتها عندي. طبعا ده كله حنشوفه نحن مع بعض. ده موجود في المحور الثاني يا أخوانا. المحور الثاني وين؟ في السيركل بتاعتنا دي اللي هي سيركل في السيركل الأساسية في المهارة حق التحليل البيانات. هي في السيركل نذكركم بس ده موجود هنا مهارات ايش اختبار او اختيار الاختبار الاحصائي المناسب. طيب هنجي نشوف الجانب الثالث الاخير اللي هو جانب التطبيق ده حياه الابلكيشن البراكتس هنا بتاعي عمليه البراكتس نفسها. انا اميز بين المتغيرات حقتي وكيف ادخلها على برنامج الاس بي سي كيف ادير البيانات حقتي بطريقه صحيحه تمام. بعد كده بجي اختار يعني في رابط بين المرحله دي والمرحله هي دي اللي هي الاختبار الاحصائي المناسب. الفروض بتاعتي تحت البحث كتبتها بطريقه صحيحه علمي سموك بروميتريك ستاتستكس او لا معلمي
بيبر يعني ايديا ريسيرش على البارامتريكس. يعني اغلب ابحاثنا ما شفتها بيركزوا على البارامتريك ما بيركزوا على البارامتري نهائي. ما عارف ليه يعني اغلب الابحاث في السودان كانت ام اس سي سيز او بي اتش ديز كويس اغلبها ما بيركزوا على جانب النم بارامتريك تلقاها طوالي مش طوالي مش وتلك التي اس تي تيست كويس ولك تي تيست تي تيست اف تيست ولك انوفا تيست الصوت قاطع يا دكتور. طيب طيب حنتظر شويه بيجي هسه كده جاء صح؟ ايوه طيب. فتلقى مثلا دائما لاحظوا السيسيز بتاعته في السودان امسك اي سيسيز او سوري امسك اي ريسيرش ديسرتيشن ريسيرش كان ام اس سي ماستر ريسيرش كده تلقاه يعمل لك تي تيست او يقول لك انوفا تيست انوفا يقول كده تلقاه كده. سمعتوا بالعباره حيد دي صح؟ انوفا مش كده ولك تي تيست وانوفا تيست وكاي سكوير كاي سكوير تيست طبعا دي كلها طبعا كاي سكوير نم بارامتريك لكن انوفا وتي تيست كلها تدخل في بارامتريك ستاتستيك. طبعا انت عشان تعمل بارامتريك ستاتستيك او تعمل النم بارامتريك ستاتستيك دي معلومه عامه اديكم عليها هسه لازم تتاكد اول حاجه من النورماليتي لازم تتأكد من النورماليتي بتاعت البيانات حقك لازم هنا لازم هنا شايف لازم تجي هنا تقول والله في نورماليتي تعمل نورماليتي للداتا شوف الداتا دي نورمال ديستريبيوتد ولا لا حتى بعد كده تختار البارامتريك يعني انت ما ممكن في دراسه علميه او في بحث علمي تكتب لي انا استخدمت التي تيست بدون ما تعمل لي اختبار تشخيصي للبيانات توريني ليش استخدمت التي. طبعا التي تي تيست هنجي نشوف بعدين في التفاصيل التي لانه هو نورمال ديستريبيوشن سكور التي ده او نورمال ديستريبيوشن فاكت او فاريبل تي ده لانه هو نورمال ديستريبيوشن او نورمال ديستريبيوشن فاريبل فلازم تستخدم معاه البارامتريك. اما اذا كانت الداتا بتاعتك ما نورمال ديستريبيوتد يعني الداتا بتاعتي اصلا ما كانت نورمال ديستريبيوتد يعني جيت عملت النورماليتي تيست هنا والداتا ما طلعت نورمال ديستريبيوتد ما ممكن نستخدم معها البارامتريك لانه بقت ما تي ديستريبيوتد هي بقى عندها ديستريبيوشن ثاني المفروض انا استخدم هنا شنو النم بارامتريك دي الطريقه العلميه الدوليه كده الطريقه العلميه العالميه كده خلاص فده المفروض دائما في الابحاث حقتنا نحن نركز الصح بالنسبه للصحيح نركز على الاختبارات القبليه دي التشخيصيه دي لان دي صوت قطع شوف انا النورماليتي تحت الداتا حقتي عندي الداتا تستخدم البارامتريكس يا جماعه نورمال سيرفيس صوت جاء إذا ما نورمال ديستريبيوتد ديفينتلي حستخدم النون بارامتريك ستاتستكس الحته دي يا اخواننا مهمه شديد طبعا طارق في الـ في الـ في الدوره التدريبيه الثانيه المستوى الثاني بتاعكم ايوه حنديكم تطبيقات حديكم تطبيقات الفرق بين دي الاثنين ان شاء الله يعني حناخد فيها تطبيقات عميقه جدا كيف نحن كيف نمشي على الاتجاه بتاع البارامتريك وكيف نمشي على النون بارامتريك طبعا انت هسه فهمت جزء من الكلام بتاعي خاصه لما جيت اتكلمت عن النورماليتي تيست مش كده؟ ايوه صحيح ايوه لان عندك فكره عن البيزك اللي هو البيزك اللي هو اللي احنا اخذناه هسه فهسه فالحته بتاعت انه نحن اختيار الاختبار الاحصائي برضه بيعتمد على البارامتريك والنون بارامتريك اساسا طيب بنيجي بعد كده بنطلع على الانتربريتيشن الانتربريتيشنز دي مهمة برضو مهارة مهمة يا اخوان دي مهارة في غاية من الأهمية أنا طبعا قبل اللي
مباشرة الفرق اللي بيأثر أكثر على الـ على الـ الأوزان اللي هو نجي نمبر 1 اللي هو البيريود التايمينج، ونمبر 2 اللي هو شنو؟ الجندر، مش كده؟ وين مشوا الجماعة دي؟ وين مشيت يا شباب؟ معاك يا دكتور متابعين، لكن كان الصوت شوية طيب. كان بيقفل شوية هسه تمام. متابعينك يا دكتور متابعينك متابعينك تغير الشبكة أغير الشبكة. لا إحنا معاك ممكن تغير الشبكة لأنه بس الصوت بقى كبر. طيب دقيقة أنا أغير الشبكة بس. لا تخيل لي الهسة دي الكونكتيفيتي بتاعتها أقوى واحدة. شغال بها أنت هسة دي. ها؟ أي دي كويسة أيوة. أي. طيب. طيب في الانتربريتيشن كان قبيل مثلا إحنا لقينا إنه التايمينج ولقينا الجندر ولقينا العامل الثالث كان شنو في الترتيب. تذكروا معي اللي بيأثر في الوزن أكثر الرياضة أيوة ممارسة الرياضة طيب 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 يلا هنا في الانتربيتيشن بتاعي أنا هنا لازم أجي أفسر الكلام ده يعني بمعنى لازم أجي أول طبعا في الانتربيتيشن عندي صيغة معينة بقولها كويس في الاختبار يعني في تعليق معين في حيث ما النال هايبوسيس اذكر قيمه النال هايبوسيس واشير لها واذكر حاجه اسمها بي فاليو بعدين احنا نشوفها وبعد ذاك اجي افسر الكلام ده اقول والله مثلا الفتره بتاعت الحبس كل ما طالت الاوزان دي بتزيد يعني تتاثر اكثر من الجندر والسبورت او الجانب ممارسه الرياضه برضه بياثر فيبقى خلاص بعد كده انا تفسيري بيجي افتش ليه مثلا التايمينج بياثر اكثر من الجندر والجندر ليه بيأثر أكثر من السبورت هدخل في فاكتورز ثانية في عوامل ثانية مش كده يا أخوانا يعني مثلا تفتكروا ليه مثلا التايم ممكن يكون مؤثر أكثر عايز جانب خيالي تفسيري كده علمي عندكم في البحث في حاجة اسمها الديسكشن هو الجانب بتاع المناقشة مناقشة النتائج أو كده ليه فترة الحبس مثلا كويس بتأثر أكثر على ال بتأثر على الحالة النفسية يا سلام عليك يا أخي ممكن أقول عليه فاكتور أساسي أيوه صح ممكن تأثر فعلا التايمينج ممكن يأثر على الجانب النفسي نعم والجانب النفسي بيعمل شنو؟ أنت منو؟ خلاص يدخل في اكتئاب ويأثر في الأكل ويأثر في خلاص صار له ديبريشن صح انت من اسمك دكتور ميساء ميساء ممتاز والله تمام شوف الان انت بدي فاكتور ثاني انت ما كنت خدتها وين في الكوشنير حقي هنا نعم. بتفسر في عوامل ثانيه بتقولي ايوه تقول متدعم كلامك ده ببحوث ثانيه موجوده او وصلت لنتيجه زي دي انه ربطت بين تناول عدد تناول الوجبات مثلا او الثقافه الغذائيه ومعدل الاكتئاب مش كده مثلا فهي تربطي مع التايمينج ممتاز صح طيب في اخونا كان عنده مداخله ثاني لا انا علقت بس قلت انه لانه هو عامل اساسي يعتبر لانه اكثر عامل مؤثر يا سلام صح لانه هو العامل الاساسي نحن نعم هو العامل الاساسي وهو الكور بتاع شنو بتاع المرتبط اكثر حاجه بالكوفيد مش كده كوفيد 19 مش كده اكثر فاكتور مرتبط بالكوفيد 19 نعم ويعتبر ايوه عامل اساسي لذلك كمان فعلا ممكن يكون تاثيره مباشر على الويت ايوه اكثر صح طيب مثلا السبورت مثلا ما فور اكزامبل طبعا ده مثال يعني ممكن يكون العكس ممكن السبورت يجي تحته مثلا يجي في المرتبه الثانيه مثلا لكن انا خديت الجندر هنا
في المرتبه الثانيه رازرز ان سبورت، عشان اعمل حاجه جدليه كده، نقاش جدلي يعني الناس يتكلموا فيه شويه. تفتكروا تقولوا شنو يعني مثلا جندر معلوم يعني ليه جندر، الجندر عامل بتاع الجندر الويت اكثر متاثر به من السبورت وممارسه الرياضه، لانه الرجال اصلا ما قاعدين ايوه والنساء اصلا موجودات بصوره شبه دائمه دل الحاله الطبيعيه بتاعتهم. اما أيوة. النوع بتاع الرجال طالما قلت حركته فزاد وزنه على هذا الاساس. يعني ممكن تقول انه الاستعداد كان ايوه استعداد الرجال في تقبل او زياده الوزن كان اعلى من معليش هو علميا علميا استعداد النساء لتقبل زياده الوزن اكثر من الرجال. تمام. وزياده انه قله الفيزيكال اكتيفيتي عند ستاين هوم برضه بتزيد النسبه دي، لانه معدل انه الهرمونات وموضوع الاكتئاب وما الاكتئاب بيزيد انه الهرمونات تبقى كثير انه عشان تزيد الاكل ده كله يبقى شحوم. فالجدليه انه النساء ايوه جدليه شنو؟ في موضوع الجندر ده معناه موضوع الجندر انه النساء حيزيدوا اكثر من الرجال. معليش ما حتقدر تسمع كويس يعني كويس ما في مشكله. يعني انت تفترض انه ممكن النساء يكونوا زايدين اكثر من الرجال ماشي صح، ممكن يكون صح برضو النتيجه دي ممكن تكون صحيحه، لكن بس عدد الرجال اللي بيشتغلوا اكثر من عدد النساء صح صح. انا ماشي في الحته الثانيه بالعكس، انا شايف الاستعداد بتاع زياده الوزن عند الرجال اعلى لانه النمط المعيشي بالنسبه للنساء داخل البيت تقريبا ثابت ما تغير كثير يعني، يعني بالرغم من انه استجابتهم هم صح للزياده في الاوزان اعلى، لكن نمط الحياه الموجود عندهم في البيت بعد الحجر الصحي لم يتغير كثيرا مقارنه بالرجال، وبالتالي المعادله نسبيا هنا اتوقع انه الزياده عند اوزان الرجال تكون اعلى من الزياده من عند اوزان النساء. طبعا دي مش هتنظر يعني، طبعا هو الكلام جدلي هو في النهايه خيال يعني، بس انا مثال حاطيه عشان ايه عشان الناس يتناقشوا فيه يعني. كل وجهات النظر سليمه وصحيحه وكذا ما في كلام يعني. طيب الجانب بتاع السبورت مثلا انا ليه خطيته اعلى من او سوري في مرتبه اقل منها تفتكروا ليه؟ الرياضه عموما يعني معظم مثلا نقول السودانيين دائما الواحد بيكون ما لاقي زمن انه يمارس الرياضه، فالفتره بتاعت الحظر دي هي فتره يعني كويسه انه يجدد نشاطه الرياضي كده يعني. يا سلام جميل جميل يعني ايوه يعني معناها من هنا ممكن تقول انه النمط بتاع الحياه بالذات بعد اصبح يعني بعد الحجر الصحي اصبح في قد شيء اوقات فراغ يعني، اوقات الفراغ دي جزء من الشباب بيجوا يستغلوها في الرياضه يعني تقصد كده مش كده؟ ايوه صح ممتاز صحيح. وبالتالي هو الجانب الرياضي صح موجود عنده تاثير، لكن حسب النتائج بتاعتنا طلع هو في الترتيب التالي. لاحظ معايا احنا عملنا نفسي صوره عملنا بيكتشر مش كده يا اخوان لاحظوا عملنا صوره كانه بيتكلم عن حاجه فعلا موجوده ومشكله مجتمعيه موجوده ومشكله صحيه موجوده. ده البحث العلمي كده في العمليه بتاعت الانتربريتيشن تفسير النتائج دي بيكون دايما اخر حاجه، وبيكون هو عباره عن الاوتبوت بتاعك اللي هو نتيجه للنتائج او المؤشرات الاحصائيه اللي انت طلعتها اللي قمت تعمل انتربريتيشن النتائج وتقدم البحث بتاعك. فلازم يكون البحث بالطريقة دي شيق يعني جاذب لي القراء يعني والباحثين. طيب ده بالنسبة لي الجانب الثالث اللي هو المحور الثالث المتعلق بالجوانب التطبيقية في استخدام مهارة استخدام البرامج الحاسوبية لعملية الإحصائية واستخلاص النتائج. استخلاص إيش النتائج خلاص. طيب السيركل دي في زول عنده سؤال فيها؟ سيركل دايرة دي خلاص يعني تشوف انت مثلا ضعيف فيها حتة او محتاج تنمية محور من المحاور دي ها؟
ومن بعد الدورة دي تعرف نفسك أنت مثلا محتاج تنمية جانب من الجوانب دي، تقوم تحاول تطوره وتنميه بطريقتك. يعني دي الفكرة من الدائرة دي، يعني سيركل. أي بحث تعمله لازم تمر بالثلاثة محاور: مهارات متعلقة بالبيانات، مهارات متعلقة باختبار الإحصائي المناسب، مهارات متعلقة بعملية البراكتس تطبيقاتك على الحاسب الآلي، استخلاص النتائج وتفسيرها. مع تطلع النتائج كده تحطها قدامك، تقعد تكتب عليها، تكتب عليها ملاحظاتك يعني. فده كل ده البحث العلمي كده بس يعني. طبعا ده بالإضافة للجانب الإطار النظري اللي هو التيتش ريفيو موجود في الريسيرش. واضح يا إخوانا؟ نشوف حاجة ثانية. الصوت كويس ولا في غلط في الصوت؟ الصوت ممتاز، ما فيه كلام يا دكتور. طيب نبدأ، يلا خلاص الدورة بتاعتنا. الناس طبعا دي كانت المناظر، نبدأ الفيلم. طيب وجدنا انه عملية التحليل الإحصائي من خلال الخبرة بتمر بستة مراحل. ركزوا معي، خلوا حبزت، خليت المايكات مفتوحة. انا عايز اسمع رأيكم، عايز اسمع مشاركاتكم، بيستفيد منها جدا. نفترض انه عندنا طبعا احنا عملية التحليل الإحصائي لقينا انه من خلال التجربة، انا احاول بخلص في نص ساعة كويس، نعم ساعة نحاول نخلص فيها الجزئية بتاعتنا. طيب مراحل التحليل الإحصائي للبيانات بتمر بستة مراحل، يعني لقينا من خلال الخبرة كده. الكلام ده ما موجود في المراجع، لكن من خلال الخبرة التطبيقية. لكن المفاهيم اللي انا حذكرها دي موجوده اصلا في المراجع، وفعلا موجوده في الاحصاء، يعني في علم الاحصاء موجوده في تحليل الاحصاء للبيانات بشكل عام. حتى الناس المتخصصين في علم جديد طبعا اسمه داتا ساينس، سمعتوا بحاجه دي؟ مشكله في علم حديث الان اسمه داتا ساينس، في فرع من فروع هذا العلم اللي هو فرع من فروعه فرع من فروع الداتا ساينس يا اخوانا، اللي هو الداتا اناليسيس. ها داتا ايه؟ اناليسيس. طيب مراحل التحليل الاحصائي ستة مراحل. المرحله الاولى طبعا بيانات، يكون عندك داتا عايز تحللها عشان تتحصل على نتائج تعمل البحث حقك. طيب الداتا دي شيء عبارة عن إيش؟ المادة الخام بتاعت الداتا شنو؟ تفتكروا شنو يا إخوان؟ المادة الخام للداتا شنو؟ variables. يعني variables. excellent. مكونات الداتا هي variables. جميل. ال variables دي اللي جمعتها في كوتشنير، تمام؟ حمرر على حاجة اسمها الاستيميشن، يعني هستخدم استيميشن، يعني هستخدم علم الاحصاء هنا، لانه الاستيميشن ده هو الكور بتاع علم الاحصاء. علم الاحصاء يقول لك قائم على الاستيميشن اصلا. طبعا في فرق بين مفهوم ثاني، في فرق بين استيميشن وكالكوليشن. سمعت بالكالكوليشن؟ كالكوليشن، في فرق بين استيميشن وكالكوليشن. تفتكر الفرق شنو؟ من ناحيه فلسفيه يعني كده، وانا اسال كده. الكالكوليشن طبيعي حاجه مؤكده ومحسوبه يعني، ودي تقديريه. ايوه مؤكده دي، بس امسك لي في كلمه مؤكده دي. اسم الكريم منو؟ عاطف احمد. طبعا يعني انا دايما في كل دوره، يعني في كل دوره بطلع ستارز، يعني بطلع النجوم. خلاص يعني اسد طارق معانا. طارق امتسال. هاي ما انت عاطف ايوه، لكن طارق في المجموعه الاولى كان معانا. طارق ده نجم النجوم يعني ان شاء الله. والله يا اخي اي هوب سو. عاطف انت؟ نعم عاطف. عاطف طيب. طيب الكالكوليشن ده اللي هو عباره عن قيمه مؤكده صح، والاستيميشن احتمالية حاجة احتمالية. طيب وثاني تقديرية.
قيمة مقدرة. مقدرة صح. أقرب أقرب إلى الحقيقية لكن ما حقيقية. أيوة أقرب إلى الحقيقية ولكن غير حقيقية صح. كله كلام صح. يعني بين مدى ومدى تاني. يعني قيمة بين قيمة تقريبية يعني بين فترة قيمة وفترة. تقريبية صح. قيمة تقريبية صح. رينج رينج مثلا. رينج. كله كلام كله صح. بس حاجة صغيرة. حاجة صغيرة مفهوم صغير ذاته مفهوم علمي. كويس مفهوم علمي يعني مستخدم في علوم كثيرة. يفرق بين الاستيميشن والكالكوليشن. الكالكوليشن. السلام عليكم. السلام أهلا. الكالكوليشن تقريبات لكن الاستيميشن الاستيميشن عن طريق أجهزة أو عن طريق أيوة ما سمعت كويس. هي الكالكوليشن عن تضريبات لكن الاستيميشن عن طريق أجهزة أو عن طريق سيارة يعني. الاستيميشن الكالكوليشن هو يعني هو ماتيماتيكال بروسيس يعني عملية رياضية عموما بعكس الاستيميشن تقريبا قيمة محتملة الاستيميشن ممكن يكون مبني على الاستيميشن برضه ممكن يكون مبني على عمليات حسابية بس هي قيمة محتملة يعني طيب في حاجة يا اخواننا موجودة في الاستيميشن ما موجودة هنا دي حاجة نفتش عليها انا الاستيميشن التقريبي انه يكون يعني قيمة اقرب ليه كده صح صح هو اقرب صح يكون اقرب الاستيميشن دائما حاجة تقريبية يعني الكالكوليشن لكن حاجة شنو مؤكدة او اكزاكتلي دائما صح طيب الحاجة الضايعة هنا شنو يعني الموجودة في الاستيميشن ما موجودة في الكالكوليشن The population, estimated mark. Population. يعني لسه ما بكون عملت ال 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 test statistical test estimated. I think. الاحتمالية دكتور الاحتمالية. الثوابت الاحتمالية. ممكن اديني أكثر من خيار الاستيميشن لكن. أنا ما نجاوب صح دكتور. ها؟ ممكن يكون الاستيميشن فيه ايفالويشن يعني كده طيب طارق عايز اشارك ممكن قول الخطا يا سلام عليك انت فعلا اخذت دوره تدريبيه انت كده خليتني انا اتبسط جدا والله حسيت بنفسي انا ضفت حاجه والله لا اكيد يا دكتور ممتاز ممتاز صح انا معلش يا اخو انا هو طبعا كلكم ممتازين والله كل مشاركه صح انا عامل برين ستورمينج عشان شنو انا عايز حاجه اسمها ايرور ها ترسخ في ذهنكم ايرور ها انا عايز الايرور ده يرسخ في ذهنكم ما يروح ثاني مفهوم الايرور ها الايرور ده شوف ايرور ده موجود كمفهوم تعرف الابحاث العلميه دي كلها بتدور في كل المجالات الموجوده في الحياه بتدور حول موضوع الايرور ده كل الابحاث العلميه في اي تخصص حتى في الطب حتى في الطب فتشوا عن الايرور ده كيف انا اخلي الايرور بتاعي ده اس مينيمم اس ولا ما كده يا اخوانا مش في الاحصاء بس حتى في اي مجال في الجوده في الجودة تعرف في الجودة في ناس متخصصين معنا في الجودة حتى في الجودة أنا أكون عايز الايرور ده يكون أصغر ما يمكن طب الايرور موجود وين؟ ده السؤال هنا Where we can find this error في الاستيميشن في الاستيميشن أيوة الاستيميشن فيه ايرور دائما ما له هي راحت مني الرون كالكوليشن ميثود ايوه الاستيميشن فيه ايرور والكالكوليشن ايرور ها
No error. Calculation ما فيه error. Calculation ما فيه error. أما الـ estimation فيه error. ولا ما كده؟ أيوة. ده طيب ده المميز علم الإحصاء من المحاسبة مثلا. في ناس متخصصين في عارف المحاسبة في علم المحاسبة ما عنده علاقة بالإحصاء نهائي لأنه المحاسبة ما بيعتمد على التقدير. شفتوا المليمة؟ المليمة تعرفوها؟ في ناس معانا هنا بيعرفوا المليمة؟ سمعوا بالمليم؟ طبعا يا إخواننا نحن يعني باحثين سودانيين ولا ما كده؟ لغتنا كلها لغة بسيطة ودارجة وحتى بنستخدم عبارات يعني بسيطة يعني في اللغة حلوة يا بروف لغة حلوة ها؟ أيوة ما سمعتك لما كنا سؤال أيوة يعني كنا سؤال المليمة طبعا في الكالكوليشن المليمة تتحسب صح؟ يعني انت في المحاسبة لو عندك حساب بالمليم بتحسب لكن في الاستيميشن ممكن ما تحسب بيكون عندك ايرور دائما يكون في ايرور. طيب نرجع لموضوعنا. طيب بعد ما انا جبت الفاريبلز مررت على الاستيميشن معلش لو الاستيميشن فيه خطا بنستخدمه ليه؟ يعني هو احنا الفائده منه شنو؟ ما ابقى طوالع الكالكوليشن. يا سلام عليك صح صح. طيب انا لو اصلا هو الاستيميشن ده خطا ما اعمل كالكوليشن وريح نفسي مش كده؟ طبعا علم الاحصاء اصلا ايوه علم الاحصاء نفترض انه المجتمعات زمان كانت عشان تتخذ قرار في حاجه معينه كانت تعمل كالكوليشن. طيب مجتمعات زمان يعني قديمه جدا فقاموا لقوا انه عشان انت تعمل كالكوليشن لاي حاجه عمل صعبه جدا. يعني مثلا انا في الموضوع بتاع مرض السمنه حقتي ده خلاص انا عايز اشوف الموضوع بتاع الويت خلاص. فمثلا جيت السودان عايز اعمل اشوف موضوع الويت فلازم عشان اعمل كالكوليشن معناه امر على كل البوبوليشن الموجود اي اسره في السودان امر عليها عشان اشوف الويت بتاعها واشوف الفاكتورز بتاثر على الويت. طيب اللي انت ذكرت النقطه اسمك منو؟ مرام مسارة؟ مرام شفت يا مرام؟ اذا كلامك مظبوط ليه ما احنا نعمل كالكوليشن؟ لكن لاحظي عشان انا جاي امر على كل الاسر في السودان ده ما الكالكوليشن كده ولا ما كده؟ صحيح امر على كل الاسر واطلع منها الويت واحسب اشوف الفاكتورز بيهايند الويت ما عشان اجي اعمل كالكوليشن هل سهل اسهل ولا اخذ سامبل؟ اسهل السامبل طبعا تمام. الإحصائيين قالوا طيب نحن بدل ما نشتغل بالطريقة القديمة طريقة أجدادنا القدماء الصعبة المعقدة دي نحن ما نعمل استيميشن عن طريق السامبلينج وتحصل على النتائج حقتنا كويس وايوه ويكون لكن نحاول بقدر الإمكان الايرور ده يكون صغير جدا بس نصغر الايرور اصغر ما يكون خلاص دي الفكرة كده. معناه في ميثود المفروض هنا نستخدمها او معادلات للاستيميشن صح؟ يعني بالضبط كده ايوه اذا 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 علم الاحصاء هو قائم على علم الاحصاء هو قدم لنا شنو علم الاحصاء؟ قدم لنا العمليه بتاعت الاستيميشن نفسها. هو علم الاحصاء مهمته كان في انه يقدم لنا ادوات بتاعت الاستيميشن اللي هي بتديك ايديل اور اكيوريت اور بريسايز استيميشن كلها المترادفات دي بتأدي نفس الغرض. علم الاحصاء مهمته كان يقدم لنا الادوات اللي بنستخدمها احنا عشان نعمل عمليه الاستيميشن تمام وبالتالي نتحصل على النتائج بتاعتنا ونقدر نطور حياتنا. نطور شنو؟ حياتنا. طبعا انا متحير في سؤال لكن ما اقدر اقوله هسه لايف كده خلوه بس متحير في انه ليه العلوم الطبيه ما تطورت زي التكنولوجيا. يعني انا متحير في الحاجه دي مع انه الطب ده بياخذوا له افضل العقول يعني في تخلف في العلوم الطبيه يعني ما تزعلوا مني على الدكاتره اللي موجودين اطباء فاسيلتيز ما في فاسيلتيز
والله هو الموضوع ده انا والله انا كنت بتكلم عنه كتير يعني زمان يعني، وهسه شوف الكوفيد ده زي ما قال واحد كده في الفيسبوك في النهايه، قال احنا جينا في القرن ال21 افتكرنا انه يعني نكون وصلنا لاعلى مستويات من الرقي، فجاء علم الطب علمنا كيف نغسل يدينا، يعني كانت محصلته كده في النهايه يعني المحصله. هي بترجع للفاسيلتيز في عقول نيره، لكن ممكن اضيف حاجه؟ ايوه ايوه، غير كده انه الابحاث الطبيه كلها يعني بتتضمن حاجات ممكن تكون ما اخلاقيه، يعني احنا عشان نعمل بحث في الكوفيد عايزين ناس نعمل نصل لمرحله انه ناس نعمل فيهم البحوث، فالمشاكل الاخلاقيه ومشكله الريسورسز يعني احنا عايزين نقول. انا اتكلم في السودان بس اتكلم في العالم كله صغير. ايوه حتى في العالم الموضوع الاخلاقي ده كبير شديد، ممكن تكون في حتات عندها قروش لكن اخلاقيا التجارب ما بيسمحوا بها، لكن في طبعا دول بتتجاوز الحته دي زي روسيا وبيمشوا يعني. فلكن في النهايه عشان البحث يكون بيقول على شنو يعني يدوه قيمه، لازم الاثيكال بروفل الكميه دي الناس، وفي طبعا يعني حقوق الإنسان وحقوق حيوان وحقوق كثيرة بقت ظاهرة. زمان أكثر فترة تطورت فيها البحوث الطبية كان في فترة الحرب العالمية، كانوا الناس زمن الحرب يعني الناس دي بيشيلوا الناس يعملوا فيهم بحوث، من الزمن ده وقف التطور. والله معلومة جديدة بالنسبة لي على كلام الدكتورة، تعقيبا على كلام الدكتورة إنه برضو في لو ملاحظين يعني الكلينيكال ريسيرشز يعني بتلقى في ستيجز، فأنت لو عديت الأول والثاني فبتلقى برضو في اللونج تيرم افكت، فدي برضو بتحتاج دراسات تستمر لفترات طويله عشان تكون تتاكد انها سيف سواء كان فاكسين او ميديكيشن، دي حاجه. لكن الحاجه الثانيه انا بتفق معاك يا دكتور في حته انه اغلب المجالات الطبيه اللي مشت بسرعه هي اللي حصل فيها دمج بينه وبين التكنولوجيا، يعني مثلا تلقى في كومبيوتيشنال ساينس كومبيوتيشنال سايكاتري، يعني الحاجات اللي بتقدر انك انت مثلا يعني يكون في محاكاه للشغل عليها وعلى كده، دي مشت اسرع يعني. دي ملخص انا الشخصيه يعني، حتى من المجالات الجاذبه جدا انا بشوفها بالنسبه لي. مشكوره سلمى. نعم ممتاز، وجهه نظرك ممتازه والله. الله شاركت يعني. قبلك منو شاركت قبلك دكتوره منو؟ شيماء. انا شيماء، وجهه نظرك برضه ممتازه والله حقيقه. انا والله الموضوع ده يعني من زمان، يعني من انا كنت في الجامعة يعني ملاحظ إنه يعني كنت يعني مثلا بقول يعني كنت مثلا بعلق على الموضوع بتاع الجوال الموبايل ده، كنت بتخيل إنه مثلا ليه ما ممكن زول يمسك جهاز بدل سماعة التليفون طبعا زمان كان، ويتكلم مع شخص تاني في مكان تاني في أي لحظة عايزة. وفعلا بعدها بخمسة ستة سنة تم اكتشاف التكنولوجيا بتاع الاتصالات دي تطورت جدا يعني كويس، وبيقى في تغيير كبير جدا في العالم التكنولوجي بتاعنا، لكن ما لقينا الحاجه دي في الطب. يعني الطب ده مثلا من قبل 200 سنه لسه بيعالجوا السكري بنفس الطريقه، بيعالجوا مرضى الضغط بنفس الطريقه، فحاسس انه في الموضوع فيه زي جريمه سياسيه كده، بس ما ادري اتكلم فيها يعني. في حاجه في ناس متحكمين في حاجه معينه، في العالم ذاته مدار بطريقه معينه ما قدرنا نعرف والله. لما جيتكم يعني قسم الظهر البعير يعني. بعد اذنك يا دكتور، ممكن تكون الحاجه دي بتاع الانفكشن كنترول اللي هي الشغل بتاع البيشنت سيفتي، في شغل كثير فيه بحوث عاليه جدا جدا يعني، اكثر من ال الشغل الكلينيكال يمكن ما مش شديد، لكن بس بالعكس كيف تحمي المجتمعات في شغل بحث عالي جدا جدا. ممتاز ياسر، ممتاز. طيب طيب هنيجي في موضوع الاستيميشن. قلنا الاستيميشن طبعا واحد من ادوات الاحصاء، طبعا انا امرر الفاريبل على الاستيميشن. الاستيميشن بيديني شنو؟ بديني statistics. ده مفهوم إحصائي مهم جدا. طيب الـ statistics دي شنو مثلا؟ تفتكروا الـ statistics شنو اللي أنا بتطلعها يعني مثلا في الـ estimation؟ تفتكروا الـ statistics شنو يعني؟
ممكن يكون correlation. ممكن عمل correlation. أيوة. هي مجموعة تحليلات. مجموعة تحليلات زي شنو مثلا؟ اديني مثال. اللي هي ممكن اطلع comparing relations زي. طيب قلت شنو؟ الكوفيشن. الكوفيشن. لو ممكن نطلع البي فاليو نشوف الكوفيشن برضو نفس المعنى. ممكن نطلع البي فاليو نشوف الكوفيشن. الإحصائيات بحددها على حسب الريسيرش كويشن بتاعي أو البحث بتاعي أصلاً بتكلم عشان. صحيح. بطريقة كمان يعني أكثر علمية صح؟ بحدد إحصائياتي حسب شنو أهداف البحث هدي عايز أصل له أنا. طيب موضوع بكل بساطة يعني مثلا أنا عندي هنا الفاريبلز بتاعتي كان شنو قبل؟ بتذكروها في المثال حقنا بتاع ال target variable سمنة سمنة أيوة أيوة إيه الويت مش كده؟ طيب الويت أيوة أنا عندي أول فاريبل حقي أول فاريبل حقي مهم أساسي التارجت فاريبل حقي الويت. طيب أيوة. الويت ده أنا حعمل لي استيميشن ولا ما كده يا إخوانا؟ حطلع منه ستاتيك أساسي عايزه ومحتاج ليه وتفتكروا شو؟ سامبلز بناخذ الستاندرد ديفيشن. صعبتها والله. المين؟ Very good, very good contribution يعني. Very good contribution. منو أنت؟ إبراهيم. إبراهيم ما ظهرت لي لكن ما أعرف ما ظهرت هنا عندنا في الشاشة. إبراهيم الستاندرد ديفيشن بس صعبتها أنا حاجة أبسط من كده والله في حاجة سهلة وبسيطة ومهمة بالنسبة لنا في الدراسة حقتنا بتاعت السمنة دي تفتكروا شنو اللي ستستيك؟ المين بتاع الأوزان يعني المين نفيسة نفيسة نعم. أيوة المين يا أخوان المتوسط بس أنا أسف بالنسبة لي أنا عشان ذاته أعرف في مشكلة ولا ما في مشكلة في المجتمع بتاع السمنة أول حاجة بطلع المتوسط ولا ما كده يا أخوانا أول حاجة من الـ 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 من الإحصائيات الأساسية بتاعتي إنه أطلع المين بالمتوسط طبعا خلاص والكونسبت بتاعه الترمينولوجي أو الكود بتاعه بالستاتيستيك اسمه إكس بار إكس بار. طيب أطلع المتوسط حقي بتاع الويت صح ولا ما كده يا أخوانا؟ نقول مثلا المتوسط حقنا لما جينا عملنا السيرفي حقنا دي طلعنا المتوسط طلع لنا مثلا سي 70 والله انت متفائل يا اخي انا وديتها بعيد 95 70 انت عاطف ولا منو؟ لا سي مثلا 95 شنو يا اخوانا؟ الوحده بتاعتنا هنا شنو؟ كيلوغرام. ايوه كيلوغرام لازم شوف يجي معاك كده ايوه لازم ده استاتستيك شفت يجي معاك الاستاتستيك بالوحده بتاعت القياس حقك طلع لنا المين ويت بالنسبه للسودانيين بعد الحبس 95 كيلو جرام. ايه رايكم الويت عالي ولا معقول مناسب ولا عالي؟ والله لانه في ناس اصلا يعني عالي شويه حافه يعني. يا دكتور يا دكتور وين وين الماينس الماينس الموجب ممكن نضع وين وين الماينس موجب امام ال 5 اكسلن صح صح كويس طه مش نعم اي طهمه صح ممكن بيجي بعد طلع المين بيجي بطلع الستاندرد ديفيشن سواء كان بالزايد او الناقص صح. طيب طبعا انا في نقطتكم اللي قلتوها دي ميز لكم بين حاجتين في الاستيميشن في نوعين من الاستيميشن في الاستاتستيك اصلا في حاجه اسمها بوينت استيميت ها في الاستاتستيك في حاجه اسمها بوينت استيميت
اللي هو زي ال 95 كيلو جرام ده بوينت استيميت، يعني انا بقدر قيمه واحده بس. طيب يا طه يا دكتور عندنا مشكله ثانيه، الطول يعني عندنا البودي ماس اندكس. صح صح المفروض انا صح كلامك صح، انا المفروض هو اصلا علميا المفروض انا احسب البي ام اي علميا كده، لانه ده الانديكيتر العلمي عشان انا اقيس به الظاهره بتاعت السمنه وكده. لكن بس انا اخذت المثال البسيط ده، اخذت الويت بس، طيب لانه اعتبره انه فيريبل المباشر يعني. كلامه صح. طيب هنرجع لموضوعنا، نحن قلنا لازم نميز بين حاجتين، الحته دي مهمه لانه من مداخلتكم انا انتبهت لحاجه، في حاجه اسمها بوينت استيميت، في حاجه اسمها انترفال استيميت. انترفال استيميت، البوينت استيميت انا بقول والله المتوسط حق ده ها 95 كيلو جرام. في عندك طريقه ثانيه من الاستيميشن اسمها انترفال استيميت، لو انا اقول والله المين بتاعي ده او الويت lies between اقوم اقول والله مثلا هو 95 بلس ام ماينس الويت 95 كيلو جرام بلس ام ماينس مثلا 95 كيلو جرام بلس ام ماينس مثلا 5 كيلو جرام، ده اسمه انترفال استيميشن، اللي هو انت تعمل تقدير لفتره معينه او تقدير فتري او يسموه بالعربي يعني تقدير بمدى معين، مدى معين. طيب الاثنين متاحين في الاحصاء في علم الاحصاء، انت ممكن تعمل بوينت استيميت برضو مقبول منك النوع ده اللي هو انا اقول والله الويت بتاعي 95، او تعمل انترفال استيميشن تقول والله 95 بلس ام ماينس تاخذ الستاندرد ديفيجن، هي زي ما قالت نفيسه وزي ما قال طه قبل شويه. وضحت الحته دي؟ مالكم رحتوا وين؟ اين ذهبتم؟ قاعدين موجودين موجودين. طيب يبقى معنا معك متابعين يا دكتور. طيب الويت ممكن انا عايز اعمل بوينت استيميت، طيب انا قلت والله الويت طلع علينا 95 كيلو جرام، دي الاحصائيه بتاعتي ده المين. ايوه طيب خلاص، هنا هل من المؤشر بتاع من الاحصائيه دي انا بجي اقول والله انا عندي مشكله هنا معنا صح؟ ابدا بعد كده فعلا في زياده في الاوزان، ويجي افتش عن الظاهره زياده الاوزان العوامل اللي وراء زياده الاوزان وكده. لو ما كان عندي المين الاستاتستيك الاساسي ده كويس، ما حقدر اصلا اقدر ابحث عن المشكله والعوامل بيهايند المشكله دي. طيب في سؤال هنا مهم جدا عشان خلاص حنختم، بدنا حقيقة على السلايد دي وبكره نكمل ان شاء الله. في سؤال هنا بيكون يعني مثلا انا جيت قلت والله الاوزان بتاعتي 95 كيلو جرام، تفتكروا في خطوه هنا مهمه، تفتكروا شنو الخطوه دي بعد ما طلعت الاستاتستيك بتاعتي هنا؟ انا حولت الويت حقي هنا لمين ويت، الفاريبل ويت حولته الاستاتستيك بقى مين ويت. عندي الخطوه اشوف الداتا بتاعتي نورمال ديستريبيوتد ولا لا، عشان بعد ذاك حشوف يعني اذا هي نورمال ديستريبيوتد ممكن استخدم المين، اذا لا اشوف الميديان مثلا عشان انه المين مثلا بتاثر بال يا سلام بالارقام الصغيره والكبيره وكذا يعني، فانا راوية. اشوف التوزيع. ايوه راويه. انت تخصصك شنو؟ انا مختبرات طبيه. مش ممتاز ولا عندك ماستر؟ خلصتي ماستر صح؟ اي خلصت ماستر الحمد لله. واضح انت امكانياتك ما شاء الله ما سهله يعني. شكرا. انا هحول لك الهوست انك تكمل الدوره التدريبيه يعني. يديك العافيه يا دكتور. شكرا. ممتازه فعلا يعني. هو طبعا راوي هنا قالت لكم حاجه مهمه يا اخوانا، قالت انه المفروض طبعا هو النورماليتي تيست هنا المفروض يتعامل برضه في الحته دي، لكن ما في المرحله دي بالذات، المفروض قبل كده فوق شويه.
يعني هنا في النص قبل الشهادة السيدات. طيب الراوية قالت أنا في فرقات بين الميديان كويس والمين كويس. راوية قالت كنت فرق بين الميديان والمين اللي هو الوسيط والوسط الحسابي. طبعا أنا يعني يا أخوان الحاجات زي دي اللي بتلقاها زمان من المدرسة من زمان المدرسة يعني ولحد ما جينا الجامعة وكذا وليك يعني بتكلموا معاك كتير كده ما عارف السنترال تندنسي واللي هي مقاييس النزعة المركزية و... وعرف عرف يقول لك عرف اتذكر السؤال زي ده كان زمان في الثانوي شهادة سودانية يقول لك عرف المنوال منوال عرف الانحراف المعياري يقول لك تعريفه هو الجذر التربيعي لمجموع مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحساب. والله ما بكون فاهم اي حاجة اقسم بالله العظيم الانحراف المعياري ده حاجة ممتعة بشكل ما عادي لكن بيتوه في الكلام النظري اللي بيدوه للناس يعني في المقررات يعني الحياة لو ما بقت طالب يطبقها كده قدامه ويشوفها السيرة ويعيش معاها ويتفاعل معاها ما تكون عندها أي قيمة. الانحراف المعياري دي الانحراف المعياري ده مثلا من الأدوات الإحصائية والإحصائيات بيستخدموها مثلا في إطلاق الصواريخ. هاي رأيك لو أنا عايز أطلع صاروخ للقمر بين كل مرحلة ومرحلة بيستخدم الانحراف المعياري بتاعي عشان أشوف حاجات متغيرات كثيرة في الحركة بتاعت الصاروخ ده. يعني شوف التكنولوجيا بتحتاج للانحراف المعياري على مستوى ونحن بدون الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي لمتوسط انحرافات مجموع انحرافات القيم عن وسط الحسابي وكلام زي ده يعني. طيب يعني مثلا ايوه من الاستخدامات المهمه جدا للانحراف المعياري في الانفستمنت ديسيجنز يعني أيوة. انا عشان اجي اشوف الريسك اسيتس اول حاجه بعمل لها عشان اعرف درجه المخاطر المرتبطه باصل معين انا داير اشتريه هي الانحراف المعياري الواحد صحيح. فالانحراف المعياري هنا كمان حتى قرار الاستثماري حقك يحدد لك الانحراف المعياري ويوريك انت يعني الانحراف المعياري بيحدد لك تمشي تستثمر في هاتو مكان من خلال قيمه الانحراف المعياري قيمه بس انت تقارن قيمة الانحراف المعياري لمجموعة خيارات موجودة قدامك تقدر تحدد أي خيار تختار وأيهما أفضل بالانحراف المعياري. فمثلاً أسي مثلاً هنا الميديان والمين كويس هو صحيح فعلاً في فرق بيناتهم وفرق مهم جداً بينات الميديان والمين. عارف الفرق شنو بس بالموضوع بتاع الميديان والمين والقصة جاية الطويلة دي؟ الفرق في إنه أنت إذا لقيت الداتا بتاعتك ما نورمال ديستريبيوتد ما تعمل استيميشن للفاريبل ده اللي هو الويت ما تعمل الاستيميشن بالمين تمشي طوالي تستخدم الميديان واي عمليه احصائيه ثانيه حتستخدمها اسمها المفهوم بتاع اسمها نون بارامتريك ستاتستيك ذا فايس فيرسا. اذا جيت لقيت الفاريبل بتاعك ده طبعا حنجي نشوف الحاجات دي بعدين في التطبيق. طبعا السلايد اللي قدامكم دي حنخلصها هسه بعد شويه دي لحد هنا ما نوصل هنا دي عباره عن الكورس كله او الاحصاء كلها يعني او التحليل الاحصائي كله تحليل البيانات الاحصائيه كلها اللي هو السلايد اللي قدامنا دي. بعد ذاك بنجي ندخل في التفاصيل يعني مثلا في كل واحده من ديل كل مرحله عندنا تفاصيل. طيب هدي بس أشيل عشان المرات بتضايقني في ما أقدر أشوف الشاشة كويس. طيب فمثلاً لو جيت عملت الفاريبل ده وعملت له النورمال في تست جيته نورمال ديستريبيوتد معناها أنا أنسب أستخدم معاه المين وأستخدم معاه البارامتريك ستاتس بس ده هو فرق بين الميديان والمين بس كل الموضوع بتاع الفرق بين الميديان والمين في إنه كل واحد منهم مؤشر مناسب مع نوعية معينة من البيانات نوعية معينة من البيانات مش الفاريبلز البيانات. طبعا لو بقت فاريبلز ايضا برضو ممكن تتأثر لانه في نوعية فاريبل معينة زي الاوردينال فاريبل ممكن تكون انسب للميديان rather than شنو الكوانتيتيف او الكونتينيوس فاريبل دائما ممكن تكون مناسبة معها المين
يكون مناسب معاها المين، لكن نوت ابسوليوت، يعني الكلام ده مش مطلقا بشكل عام. يعني احيانا ممكن يكون الفاريبل كونتينوس لكن ما نورمي ديستريبيوتد كمان، فانت هتضطر تستخدم معاه الميديا. ودخلتك كويسه يا اسمك من وانا اشوف اسمك راويه، ممتاز. طيب هنا عندنا يا اخواننا مرحله مهمه جدا اللي انا هشكر لكم في النهايه، وهسالكم سؤال فيها، لكن اشكر لكم الان، اللي هي مرحله في مرحله مهمه، سوري شكلي انا عملت انزايتي من ال شيء. طيب في مرحله هنا مهمه اللي هي مرحله شنو، انا حذكر لكم لكن حاسالكم سؤال. بعد الاستاتستكس، ما انا طلعت الاستاتستكس بتاعي اللي هو لقيت مثلا الويت بتاعي 95 كيلو جرام، صح؟ لقيت انه متوسط الاوزان بتاعتي بتاعت السودانيين الاسره السودانيه وزنها متوسط الاوزان 95 كيلو، لازم اعمل تيستنج هنا، صح؟ ليه اعمل تيستنج؟ يعني ما بيجي احلل طوال النتيجه دي يا اخوانا، ما بحلل والله يقول والله فعلا الويت 95 معناها عندنا مشاكل في الاوزان، معناها عندنا مشاكل بتاعت الحجر الصحي اثرت على اوزان المجتمع، معناها نبدا نغير في السياسات بتاعت الحجر الصحي عشان ما تصاب بينا امراض ومشاكل صحيه ثانيه وكذا. يلا تفتكروا ليه اعمل تيستنج هنا؟ قبل ما اعمل التفسيرات بتاعتي لازم اعمل تيستنج، ليه؟ عشان اترجم الحاجه دي للغه الصحيه، عشان اترجم الحاجه دي يعني لحاجة إحصائية، يعني عشان أقدر أحكم إنه في الإحصاء والله إنه كده خلاص الحاجة دي عندها دلالة معينة، الرقم مثلا رقم رقم كده معناها عنده دلالة معينة، يعني حاجة كده بإحصائية ما بقدر أقول ساكت إنه والله أقدر إنه والله 95 ده معناها حاجة كثيرة يعني. صح هو إجرائيا لازم أعمل كده، صح إجرائيا أسس تؤسس الاستاتيكال سيجنيفيكانس، صح عشان عشان اشوف الاستاتستيكال سيجنيفيكانس. طيب يا اخواننا كويس، انا عايز اعرف why do we test our statistics؟ احتمال عشان نطلع بنتائج دقيقه نقدر نعممها على المجتمع كويس، لانه في النهايه احنا اخذنا سامبل ما اخذنا عينه من كل زول عشان اشوف نفيسه. نعم اكسلنت، لانه نحن عملنا شنو تقول بطريقه ثانيه يا اخوانا، كلكم شاركتوا كلامكم صحيح، بس انا عايز حاجه معينه عشان انا بثبت في نقاط معينه في الدوره التدريبيه، عايز في معلومات معينه ترسخ في الذهن، عشان كده بخليكم تفكروا حول الفكره لحد ما تصلوا النتيجه. يعني الهدف العمليه بتاع العصف الذهني ده مقصود منها كده. انت نفيسه قلت لانه احنا اخذنا سامبو، صح؟ اي قلت كده صح، مع ثاني معناها نعم. ايوه لانه معناها نحن لانه عملنا استيميشن يا اخوانا، والسامبلينج او الاستيميشن مبني على السامبلينج، صح؟ لانه انا اصلا عملت العمليه قايمه على الاستيميشن، فلازم اعمل تيستينج عشان اتاكد من شنو يا اخوانا، من الفرضيه. وثاني إنها حتمثل لي كل هنا كل الشعب مثلا او كل البوبوليشن، كل البوبوليشن ايوه نعمل ريبريزنتيشن، صح؟ طيب بس بكل بساطه انا بعمل تيستنج بكل بساطه، ليه؟ عشان اتاكد من دقه التقدير، ما التقدير ده ممكن يكون فيه اوفر يا اخوانا، صح؟ جبل قلنا كده التيستنج قائم اصلا على اكتشاف الايرور موجود ولا لا، وقدر شنو الايرور ده، هل الايرور ده محتمل ولا غير محتمل. اديكم مثال بسيط في المثال حقنا ده بس عشان 5 دقائق نخلص. احنا قلنا الويت عندنا 95 كيلو جرام، الويت 95 كيلو جرام، لكن الايرور بتاعي والله انا لقيته في الويت في الاستاتستيك دي الايرور كان 20 كيلو جرام، ده الايرور. طيب
مدى مصداقية هذه النتيجة؟ إذا كان الايرور 20 كيلو مصداقية كيف رايكم فيه؟ والله حضرت هنا انا بشوف لو الخطا اكثر من قاعدين هنا بشوف لو الخطا اكثر من 5% ها تمام انا اسال 20 بالنسبه ل 95 كم قعدنا انا هو جنب البقاله والله نحن خلصنا الكراسي وهو بعيد ومشينا الله قال له هو اللي فكينا الكراسي وين تركناهم ال 20 دي بالنسبه ل 95 25% 25% تقريبا 25% طيب الايرور بتاعي معناها 25% انا بقبل الاحصائيه دي ولا ما بقبلها؟ ما بقبلها ده لانها 5% فقط 5% فقط يعني ما انا بقول يعني دائما الخطا قليل اقل من 5% اي الخطا المفروض يكون قليل ايوه يعني عموما طبعا بعدين انا بيجيبوا 5% ليه وما 5% وليه الباحثين اختاروا 5% حنشوف تفاصيلها في السيشن بعد بكره ان شاء الله طيب عموما بجي انا بعمل تيستنج هنا صح اخوانا عملت تيستنج عشان اتاكد من دقه الاحصائيه دي شفت التيستنج بيتعمل في الاحصاء نتاكد من الدقه كل ما كانت الاحصائيه غير دقيقه برجع ثاني وين برجع في الاستيميشن تاعي برجع الاستيميشن كويس ها انا الكرازي يا مستحبل انا برضه اوريك قبل المغرب ايه انا حنكلمني من اللي كلمنا انا شكله فيه اعمل لي ميوت طوالي طيب خلينا برجع بعمل تيستنج عشان اتاكد من دقه الاستيميشن واعمل دقه في الاستيميشن عشان اتحصل على احصائيه دقيقه واجي بعد كده بعمل تيستنج مره ثانيه وهكذا لحد ما اصل للنتيجه المثاليه طبعا بعد ما اصل للنتيجه المثاليه بعمل ريبريزنتيشن على طول طوالي بعمل هنا بجي طوالي بعمل ريبريزنتيشن واعمل انتربريتيشن واعمل ريبريزنتيشن واعمل فوركاستنج كل الحاجات دي مبنيه على شنو على التستنج لازم اعمل تستنج اول بعدين اعمل ريبريزنتيشن واعمل فوركاستنج ها واعمل انتربريتيشن كل الحاجات دي ما عمم النتائج حقتي على المجتمع او افسر تفسير علمي للظاهره او اعمل تنبؤ للمستقبل بقيم الظاهره تمام طبعا ده الحاجات المبنيه عليها الاي او تي اللي هي الانترنت اوف ثينجز اللي هي كلها مبنيه على الفوركاست كده احنا هنكون في السلايد دي هنيجي بكره هنشوف تفاصيل التفاصيل الداتا مقصود بها شنو كيف نصنفها انواع الفاريبلز الاستيميشن بروسيس كيف قائمة على شنو مبنية على شنو الاستاتيستيك اللي نتعامل معها اسمها شنو انواع كيف مصنف كيف نستخدمها حتى التستنج ذاته بيتم كيف القاعدة بتاعته شنو وحتى الانتربريتيشن ذاته كمهارة قبل شوية تكلمنا عنها مهمة جدا في عملية التحليل الاحصائي دي مراحل التحليل الاحصائي في اي بحث علمي 6 مراحل دي بس تمام نتلاقى بكرة ان شاء الله ولو في حد عنده سؤال والدعم الفني ممكن يتفضل استاذ طارق طيب بس دايرين نشوف زمن بسيط بس نشوف الحضور السلام عليكم وعليكم السلام السلام اهلا السلام عليكم اهلا يا ريس هلا هلا بالاحبه ان شاء الله طيبين صاحب القلب الكبير الله يديكم الصحه والعافيه نعم ممكن توقف ال بس دقائق بالنسبه للناس المتابعين في اللايف فيسبوك وقف الريكوردنج وقف الريكوردنج لا ما توقفوا ما توقفوا دقائق بس عشان يكونوا عارفين بس الناس المتابعين عبر الفيسبوك بامكانهم الان يسجلوا لحضور الدوره ويتابعوا مع الناس من بكره في داخل الزوم احنا الناس اللي سجلوا وما حضروا دول حنستبعدهم من الدوره الليله وبعد كده هنتابع بس مع الناس اللي كانوا متابعين الليله فدي بس معلومه للناس اللي في الفيسبوك متابعين حاليا يكونوا عارفينها يعني طيب نوقف انا هوقف الستريمينج اي ممكن بس يا طارق في الـ في الستريمينج تاخذ للناس العنوان بتاع التسجيل